وكل. صباح الخير يا رأفت باشا. صباح الخير. هيجي منين الخير والقرموطي ورانا ورانا. قرموطي تاني؟ انا فاض بيا ومليت يا باشا. القرموطي تعبنا وتعب السياح والدنيا بايظه خالص. بيفتش على اثار تاني تحت بيته؟ لسه بيحفر. اقول له حاجه، قرموطي بتحفر ليه؟ يقول لي بدور على القراميط القدامى. القراميط القدامى؟ طب دي كلمه تتقال يا باشا؟ ولا تتقال، انا كمان طبعا. يا ريتها جت على كده يا باشا. ده عن المقبره في بدروم بيتهم حاطط فيها شويه تماثيل عره، ويقول للسياح ان دي مقبره فرعونيه. اخد انا السياح اوديهم الاهرامات يقولوا لي نو عايزين مقبره القرموطي. اقبض عليه يا باشا. بتولي. ايوه باشا. تجيب لي عربيه بوكس دلوقتي حالا واتنين امناء شرطه. عايز دلوقتي اجيب القرموطي ده من قفاه. هو ده فرحان انت طالع؟ خلصت طالع اللي عندك ولا لسه ما خلصتش اليافطه؟ ايوه يا عم قرموط. طب بعد ما تخلص خد علق ديت. ودي مكتوب عليها ايه يا عم قرموط؟ هو مش باين الكلام يا بنت؟ هتشككني في نفسي. اليوم تعامد الشمس على وجه القرموطي، وهذا حدث سنة وما بيحصلش غير مرة واحدة كل يوم. ازاي حدث سنة وازاي بيحصل مرة واحدة كل يوم؟ يخرب بيت امك، انت اللي هتتفلسف فيها انا. ما تقعدش تتناقش كتير بدل ما اجيبك من على السلم امرمط بكرامتك الارض. خلص وعلق ديت على بال ما نشوف التليفون. عايز استنى يا عم الحاج. الو يا عزوز. يا عم كل حاجة جاهزة خلاص، والمقبرة اخر تمام وجاهزة. فين السياح؟ جايب الفوج وجاي؟ طب يلا بسرعة. فلوس ايه اللي بتتكلم عليها دلوقتي يا عزوز؟ انا كلت عليك حاجه قبل كده؟ مش جيت 10 مرات قبل كده وما خدتش وجبه ولا مليم؟ كله مكتوب على الحساب، هنحاسبك. ما تفضحناش بقى في الدنيا الليله السودا دي. طب يلا خلاص انا مستنيك. خلص ادو حصلنا على المقبره. مقبره؟ تعال ولا فرحان، خش ولا تعالى. في ظهرك يا ماو. قبل ما تخش عرفت هتنور الكشاف ازاي؟ بعون الله اللي بقالك ظهريه يا ماو. ما قلت لك ما تقوليش يا ماو، ده انت بتكلم معزه. ماو ده ايه؟ يلا وافرد وش امك. ده انا مش فاهم مين اللي سماك فرحان. لا انا مش فاهم امك ازاي جالها قلب تسميك فرحان بالجمجمه دي. دي جمجمه فرحان؟ ده حسب نظريه لامبروزو دي جمجمه مجرم. يلا يلا عشان نشوف هنعمل ايه. انت حفظت كلمه السر الاول ولا لا؟ لا نسيتها. انا اجيب لامك كلمه سر اسهل من كده؟ ايه قلت لك مليون مره ركز معايا. انا هقول الدباجه بتاعتي للسياح ان القراميط الاوائل كانوا بيحبوا الشمس قوي، لدرجه انهم كانوا بيغنوا لها في الاعياد الشمس تجمعنا. اول ما تسمع كلمه الشمس تجمعنا تنور الكشاف. فهمت يا ماو؟ اول ما اسمع الشمس تجمعنا انور الكشاف. الله ينور عليك. فهمت بقى. في الغربه توجعنا عشان تبقى فاهم، وانا قايل لك الكلام ده مليون مره. بخش وبعدين بقول لك. عفوا وريني بقى، اطلع على السلم كده ونور الكشاف وريني هتعمل ايه. على مهلك. انا ربنا يستر، انا مش مستريح لامك خالص ولا للطايه اللي انت لابسها دي. اهو لا ثبتها يلا على وش القرموط عشان يبان تعمد الشمس. ثبت ثبت في شمس بتتهز يا ابن الغبيه. ثبت البتاع ده يلا كده. ثبتت؟ ايوه ثبتها بقى. بس كده اهو، ما تهزش ايدك كتير بقى. فهمت؟ فهمت يلا ولا ما فهمتش؟ فهمت يا مام. هو انا غبي؟ لا العفو غبي ايه؟ والله العظيم لو قالوا لاي رسام ارسم صوره الغباء من الخيال هتطلع صوره امك. عم قرموطي ويلكم ويلكم. عزوز يا اهلا وسهلا. يا اهلا، منورين سقاره سيتي ومقبره القرموطي. مرحب مرحب. 100 نايت على الناس الرايت، يعني 100 مسا على الناس الكويسه. انجليز دول ولا منين؟ جايب لك فوق مخلط ايه؟ كوكتيل مخلط فخفخينه يعني. ايطاليا. ايطاليانو. yes. ما ويلكم ويلكم ايطاليانو. واتس يور نيم؟ ايو مكيامو روبرت دي فاسو. لا مش بقول لك عملت ايه، بقول لك اسم حضرتك. النيم النيم سينيور كارموتي. اسمي دي فاسو. دي فاسو سي. اهلا وسهلا. كله من ايطاليا ولا ايه؟ برازيل. برازيليا. ويلكم ويلكم ان ايجي. واتس يور نيم؟ باولينو. باولينو فاسو. باولينو انت جايبهم مراحيض يابا؟ في ايه ده؟ برضه مقبره محترمه. اتفضلوا اهلا. نونشي تيمبو، محتاج اشوف تعامد شمس على وجه كرموتي الكبير. كل حاجه هتشوفها بميعادها. قبل ما تشوف تعامد الشمس بس هوريكم جداريه اثريه يرجع تاريخها لعصر القراميط الاوائل، بتاصل العلاقه ما بين جد الاول القرموطي الاول والجزمه مرعي بتاع الكلمه. دي مجنونه دي ولا ايه؟ مين دي؟ معرفش. تبع الفوق ويلكم ويلكم. واتس يور نيم؟ بربارة. بربارة. باولينو فاسو بربارة. هي كانت ناقصة البربارة دي. اتفضلوا اتفضلوا اهلا وسهلا. لا مش قدام الخواجات، ما ينفعش الكلام ده عزوز، يعني نفضح نفسنا. اتفضلوا.
اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. في شقه كرموتي ابارتمنتو، فين مقبره؟ لا اهدى شويه فسه، مش اول ما نخش بقى كده. الله يخليك ما تشغلنيش. الله، كل شويه هتسال ولا ايه؟ اتفضلوا على المقبره. اتفضلوا اتفضلوا. فين كرموتي؟ ده دولاد ملابس. استغفر الله العظيم يا رب على الاسئله. اهدى شويه. اتفضلوا يا فنديه. واو انكريدبلي. شفت بقى المفاجاه؟ عشان ما تقعدش تتكلم بقى كتير يا فاسو، دي الجدريه اللي قلت لكم عليها اللي بتاصل العلاقه ما بين القرموط الاول والمعف المرعي بتاع الكلمه. ده اول توك توك في التاريخ عمله جدي القرموط الاول، وكان المرعي بتاع الكلمه بيقعد في الكرسي ده الوراني، ومع اول ملف كان بينط قبل ما يدفع الاجره. ومن هنا بدات الجمله المشهوره اللي بيرددها سواق الميكروباصات لحد دلوقتي: نلم الاجره من بعض يا فنديه. اهي لم الاجره من بعض يا فنديه قبل ما نطلع، كله مكتوب اهو. وده اول كليم اشتراه جدي من مرعي المعفن بتاع الكلمه، ودي اول كلميه كتبها جدي القرموط الاول للمعفن المرعي بتاع الكلمه. دي مش اثار، ده سيراميك ليزر كات بلاطه 60 في 60. دي فاسو فهمان. انت ايه شغال في سيراميكا ولا ما تهدى شويه يا عمنا، ما تهدى شويه. هو انت كل ما هتتكلم معاه اهدى شويه. دي نسخه مقلده، مش دي النسخه الحقيقيه. النسخة الحقيقية موجودة دلوقتي في متحف البلوفر في باريس. متحف اللوفر كرموتي. لا اقعد بقى، كل كلمة خش لي ونط في بقي، مش هينفع الكلام ده. ما هو باولو قاعد ساكت، مش معنى فاسو اللي بيتكلم. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش الدنيا هنا ضلمة شوية عشان احنا 3000 متر تحت سطح الأرض. 3000 نونش كريدو كرموتي، احنا نزلنا سلمة واحد. أنا مش هرد عليك يا فاسو، تعالوا عشان أوريكوا تعامد الشمس. هنقعد دلوقتي يا ماو. اهدى يا جزمة. ها أنتم الآن وجها لوجه أمام الأرميط الأوائل. أنا عايز تعامد شمس كرموتي. الساعة كام معاك يا فاس؟ 8:59. الساعة 9 هتشوف تعامد الشمس. جدود الأرميط الأوائل كان من كتر حبهم في الشمس كانوا بيغنوا لها في الأعياد: الشمس تجمعنا. جت أمك جت أهلك. جدودي الأرميط الأوائل من كتر حبهم في الشمس كانوا دايما يغنوا الشمس تجمعنا، والغربة توجعنا نبعد ترجعنا. هغني الأغنية كلها يا ابن الجزمة. اصبر عليا يا ميو، الشمس معلقة. ما أنا عارف إن الدنيا هتبوظ. ها هي الشمس، ثبت الشمس. ها هي الشمس، ثبت سب. معلش الشمس بتتهز عندنا. هللويا هللويا. ايه رايك؟ تعامد شمس على وجه كرموتي. يس كدابيسيمو سنيور كرموتي، ده مش ضوء شمس، ده ضوء سبوت. لحد هنا وظبطت بقى، لان انا شايل في قلبي منك من صباحيه ربنا. مش كل كلمه تنط بقي فيها واخ فاسو. نهدى شويه بقى عشان نعدي اليوم ده على خير. اتفضلوا عشان اوريكم معجزه من معجزات الدنيا السبعه من جد القرموط الاول. عامل تمثال راسه راس بطريق وجسمه جسم كلب بحر. اتفضلوا. اهلا وسهلا بيكم. يلا انزلوا انزلوا. هاي 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 هاي. واخد انت الموزه وسايبني مع العواجيز. انبر انبر فوق امها. تعالي يا ام فخاد، انت تعالي جنب كده عشان هاتهم ورانا بقى. يلا. اللغه الهيروغليفيه هي لغه المصري القديم، ولحد دلوقتي المصريين بيستخدموا اللغه دي في حياتهم اليوميه. يعني مثلا كلمه تاتا، تاتا خط العتبه، تاتا يعني امشي. الفول المدمس، الفول المدمس اصلها الهيروغليفي المتمس. بصاره، بصاره اصلها بالهيروغليفي بصاروه. يا عم فول ايه وبصاره ايه؟ انت هتفضحنا في وسط الاجانب يا عم. فول المصري القديم والقراميط الاوائل كانوا بياكلوا الجمبري، الاكله الشعبيه بتاعتهم كانت الجمبري. اتفضلوا اوريكم جداريه الجمبري. الجمبريه قد كده. انت ايه اللي جاب امك معايا؟ مش فاهم. اتفضلوا تعالى. يلا يا ميو. ركزوا معايا، ركز يا شيخ العرب. بصوا بقى، الهرم ده الهرم الوسطاني اللي هو هرم خفرع، وكان كله من فوق لتحته مكسب الحجر. فين هرم مدرج ابو ست مصاطب كرموتي؟ فر الله العظيم يا رب. وبعدين في القطعات اللي بتقطع يا عم، هرم ايه ابو ست مصاطب؟ ما كانوش ست مصاطب، هم كانوا 12 مصطبه. لا سته كرموتي. لا 12 مصطبه. وجدي القرموطي الاولاني اتخانق مع رئيس حي منفي اول
همش عامل له ازاله للست مساطب اللي فوق وفضلوا ست مساطب. كرموتي ما تقعدش تشتغل. كرموتي هما ست مساطب بس. كرموتي بعدين بطل جهل بقى. كرموتي انا اعرف تاريخ فراعنه احسن منك. اسمه هرم زوسا وست مساطب وبناها الطبيب والمهندس المصري امحوطب. خلي امحوطب ينفعك علشان انا قلت مليون مره انا مش فاهم ايه اللي جابك مع امي. اجيب امي يا ماو. تعالي يا قشقه. الارض اللي هناك ديت اللي كان جدي بيلعب فيها بينج بونج. بينج بونج؟ هو كان في كره بينج بونج زمان؟ انا اتسالت اسئله لو في ثانويه عامه ما تسالهاش. انت متاكد انه ايطالي؟ ايه ده عليا شويه يا عم. عايز دليل كرموتي. الكره اللي كان بيتلعب بيها البينج بونج معايا جايبها لك عشان عارف اسئله امك. اه سون الاوفو يعني بالعربي بيضه. بيضه بقى انا كان جدي بيلعب بالبيضه والحجر. عايز حاجه؟ انا مش فاهمك. أرنب على الموبايل؟ هتقعد تتاري يا بقى. ما بحبش أشحن الموبايل. طب ولما يفصل شاحن بتعمل إيه؟ بأكله جزر. عايز مني إيه بقى بالصلاة على النبي؟ عايز إيه عزوز؟ مش كفاية المصيبة اللي عملتها في الموبايل؟ إيه عملت إيه؟ جوجل اللي أنت منزلهولي عايزك تمسحه وتنزل لي جوجل جديد عشان شكله بايظ. ليه بايظ ليه؟ يا ابن الناس أنت مش قايل لي لو أنت عاوز أي حاجة في الدنيا مش لاقيها هات جوجل واكتب في بحث هي تجيبها لك على طول؟ آه. طيب أنا بقالي ثلاث ساعات بقول له فين الجلابية الزيتي؟ بيكتب لي لا توجد معلومات. مش فاهم ايه بقى الموضوع. جوجل ده لو عايز تعرف اي مكان اي عنوان بتاع. والله العظيم اه يعني ملوش في الجلاليب ولا لا ولا ليه جلاليب زيتي ولا بتاع. نهار اسود ده احنا شكلنا كده قدام الخواجه بقى عر قوي. يالا لا والله. طب وبعدين عشان ما حدش يسع. طب بص كده من غير ما حد يهرش اكتب له هنا لقينا الجلابيه. طب حلو بس سريع كده. المستور البرنامج الاكثر جدلا يناقش اهم القضايا. كشف المستور من خلف وضع الآثار اليهودية. حد يجي في التلفزيون ده عشان الولية ديت لا بحبها ولا بحب اسمع صوتها ولا بحب اشوف شكلها. وليه بومة كل شوية بتتكلم عن الآثار وما هيجي الحكومة علينا ومبوظة علينا شغلنا. تعالى اقعد اقفل التلفزيون ده بدل ما نجيبه لكم نصين. انت عارف القرموط في عصبيته مش عايز حد يضايقك. مش كل شوية بقى الوان. سيبك بقى من التلفزيون بقى. منسي قلب عليك الدنيا وخلف يحط عليك. يحط على مين هو ده؟ عشان الحاجات اللي انت كتبتها يعني على عيلة مرعي. انت عبيط ياد ولا ايه؟ انت ازاي تتجرأ وتقول كلام زي ده القرمه؟ منسي ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسه نايه وغايته انه ما يقدرش يقول الكلام ده الا في ظهري. لكن لا يجرؤ لا يجرؤ يقولها لي وش في وش كده فيس تو فيس. عربوطي يظهر هيقولها فيس تو فيس. اسمع عربوطي الكلام التافه اللي انت اسمه عندك في بيتك يا تشيله يا تشيله. انا بعرفتي والكاميرا اللي انت خدتها يا تدفع قسطها يا تركها. وإلا قسما بالله قسما بالله قسما بالله أمحيك من على وش الأرض. الولا العبيد ده كان بيكلم مين؟ كان بيكلمنا أنا. وأنت إزاي تسمح لنفسك هلا وأنت قاعد جنب أرمط إنه يجي واحد زي ده يهزقك ويمرمط بكرامتك الأرض كده قدام القهوة وأنت تبقى ساكت؟ وماله وماله عشان ما تعرنيش وممشي من هنا. على فكرة عم أرموطي كان بيكلمك أنت. بيكلم مين؟ أنت عزوز. عشان ما يحصلش حظر تجول في المنطقة هسألك آخر مرة يا عزوز. منسي لما قال حولع بيتك يا قرموطي كان يقصدني أنا؟ أيوة كان يقصدك أنت. هتولع دلوقتي المنطقة دي هتولع دلوقتي وهتشوفوا كلكم. منسي اللي عامل الذكر المهيبل في المنطقة وهو بيتبهدل من القرموطي. مادام انتوا عايزينها تولع وانت عايزها تولع اقسم برب العزة هتولع دلوقتي يا عزوز. انما كده هنقعد. هو مشي منين؟ مشي كده. ماشي خد مشي كده. امن بالله عزوز انت عايز تولع المنطقه. ايه رايك بقى ان انا هروح دلوقتي المنسي واقول له ان الكاميرا بتاعتك اتهرست واتفرمت تحت ترومين على العربيه. ايه رايك؟ واللي عايز يجي يشوف منسي وهو بيتبهدل يجي ورايا. ما بلاش. هتشوف السكر المهيمن بتاع المنطقه هيتعمل فيه. بلاش. سيبني بقى الموضوع كده خلص خلاص يا عزوز عشان منسي زاد وطغى وكبر. الله 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 الله. ايه في ايه جايين ورايا ليه؟ انتوا عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط ولا انتوا عايزين تشوفوه وهو بيتبهدل؟ يعني عايزين تشوفوا منسي وهو بيتقطع يعني؟ قول لكم اتفقتوا على كده اول مره اشوفكم بتتحدوا على كلمه واحده. سخص عليكم. هتولع النهارده. لمي حاجتك واخلعي دلوقتي يا حاكم علشان المنطقه دي هتقلب حرب كرموز وسامير قرارة جاي ورايا علشان الولا منسي ده بقى مغلول وبقى محكوم الشرطه وبقى عامل زي الزينه ديكور. هو ده بيت منسي. اه مش ده بيت منسي برضو؟ اه ده منسي. ده منسي. لا مش عايز يطلع هو خايف يطلع يا جماعه. انت بتوحشه ايه ده؟
يا حول الله، احنا جينا قدام الاستقبال بتاع القصر العيني ولا ايه؟ ايه يا ابني مالك وايه الشبشب اللي تحت؟ انت طالع من الدرس؟ الزار كان عنده حصه شباشب ولا ايه؟ يلا بقى بينا فندان سيبر. مين اللي شلفطك كده يا ابني؟ منسي. نانسي مين؟ منسي. منسي منسي اللي شلفطك كده؟ حاسس ان داخلين على ايام سودا. يا حول الله، الواد بيترعش هيموت يا جماعه. يلا يا جماعه عشان نسيب الواد يموت براحته. يلا سلام عليكم بقى. يلا جبت الكاميرا يا هرموطي؟ نص ساعة وتكون الكاميرا عندك. نعم. خمس دقايق يعني انت هتصور بيها دلوقتي؟ ما فيهاش حاجة يا فندية. في ايه؟ مش عايز. انا بقول بقى عشان اخلص من الفيلم الاسود اللي انا فيه ده، انا هروح ادي الكاميرا ديت لمنسي بدل الكاميرا بتاعته ونخلص من المشوار الاسود ده. هي شغالة ولا بايظة؟ شغالة بس زي ما تقول فاصلة شحن. هي تسوي لها كام الكاميرا دي يا عزوز؟ بتفهم انت في الحاجات؟ يعني تسوي لها بالمية كده 20,000 جنيه. الكاميرا دي تسوي 20,000 جنيه؟ بقول لك يا عزوز، مش هو شرعا لو محد سأل عليها 3 ايام تبقى حلالي بلالي؟ اه طبعا. بس كده؟ هو هيسألوا عليها ازاي بقى وانت قافل تليفونك ومش عايز تفتحه؟ ما انا هفتحه بعد 3 ايام عشان تبقى حلالي بلالي، وبعدين اعتبر التليفون فاصل شحن يعني ومش لاقي شاحن. عادي شحن. امن بالله انت عيل غتيت. شحن ايه ده؟ وده شحن ينفع بالتليفون ده؟ تليفون ارنب انت عبيط. امسك امسك. انت عيل بارد، مش عايزه تبقى حلالي بلالي ولا ايه؟ خلاص خلاص، صاحب الكاميرا دي لو سأل عليها ولقاك هيديك 10%. يعني العشرة في المية بتوع هيبقوا كام؟ 2000 جنيه صح؟ آه. أروح أدي المنسي 500 على الجزمة القديمة. ألو، القرموطي للإرشاد السياحي، أي خدمات؟ معلش أنا آسفة جدا لو كنت قلقت حضرتك، بس أنا أختي نسيت الكاميرا بتاعتها معاك في العربية. كاميرا؟ آه، الكاميرا اللي أم الأرنب ده أنا اتشائمت من أمك، أنت اللي مأخذ الناس على كده. معلش يا ست هانم لا مؤاخذة. ألو. طب هو أنا ينفع أقابل حضرتك أخد منك الكاميرا؟ بس لا مؤاخذة ست هانم، يعني هو شرعا وقانونا انا ليا 10% من الحاجة اللي الاقيها، فالكاميرا دي رحنا تمناها لقيناها عدم المؤاخذة ب 20,000 جنيه، فيبقى انا كده ال 10% بتوع 2000 جنيه، يعني على طول تدفعهم لي نقدا وعدا. معلش احنا بنتكلم. الكاميرا اللي مع حضرتك تمنها 30,000 جنيه، ال 10% يعني 3,000 جنيه. لا احنا مش هنفاصل، احنا لازم كام حضرتك قلتي؟ 3,000 جنيه. 3,000 جنيه؟ اه لا احنا هنخليهم 3,500. معلش يعني عشان حضرتك بس الموضوع يبقى كده ايه، انا واخد حقي وانت واخد حقك. معلش يا فندم. ينفع بقى نتقابل دلوقتي؟ تنقي ايه بقى قرمط؟ عشان ده مشوار مهم ولازم نروح. ايه اخر شياكه؟ متنقي ايه منهم يا ربي؟ ايه اللي يليق من الجلابيه ديت على الكوتش ده؟ ده ولا ده ولا ده؟ متهيألي اللي في النص. نلعب باللي في النص، وبرضه دي اللي في النص. يلا يا عمرو يا حبيبي هنتأخر على المدرسة، بسرعة شوية. تهيألي هو ده. والنبي الله يخليكي، أنا مش مصدق نفسي. ما هذه المفاجأة التي ليست على بال وليست على خاطر؟ والله أول سيادتك المذيعة غادة الحديدي صح؟ لا، غادة الغنيم. أنا آسف بتلخبط بينك وبين لميس الغنيمي أصلا، بس والله العظيم أنا بحبك حب ويعلم ربنا. يعني لما بتيجي بتقدقي بقعد أتفرج على البرنامج ومفيش حلقة من برنامج كشف الكاستور إلا وقرمط لازم يشوفها. أنت القرموطي؟ إيه ده، هو أنا صوتي وصل لمادة الإنتاج الإعلامي كده ولا إيه؟ فين الكاميرا يا قرموطي فين؟ هو حضرتك صاحبة الكاميرا؟ أنا اللي كلمتك في التليفون، اللي نسيت معاك الكاميرا دي تبقى أختي. سبحان الله، تصدق أنا أول ما شفتها. بس انتوا مش شبه بعض لا مؤاخذة يعني. مين اللي واقف معاها ده؟ والله لو عارف ان الكاميرا كانت تبعك. ميرسي قوي قوي يا قرموطي. انا كنت طلبت اكتر من كده، وانتوا بتكسبوا شوية؟ ده انتوا على مصايب الناس، الفلوس على قلبكوا كده. الله اكبر، المذيعين دلوقتي هم اللي بيكسبوا على طول وبيتعمل لهم قفشات في الشوارع ولا قفشات الممثلين. امسك. ايه ده؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ لا يا ست هانم احنا متفقين على 5,000 جنيه. نعم. 3,500 الحق بتاع ربنا.
ايوه بس الفلوس اللي معايا ما تكملش، خد دول وبقى فوت عليا اي وقت خد الباقي. لا الكلام ده ما يلدش عليا، معلش يا ست هاني، ما هو انا لما هديك الكاميرا هديها لك ناقصه زرار ولا ناقصه عدسه؟ الفلوس بالكامل تاخد الكاميرا بالكامل، معلش احنا بنتكلم دي ما تزعلش. طب بص هنوصل عمرو المدرسه، بعد كده نروح عند اي مكنه اي تي ام نسحب الفلوس. لا انا من رايي نعمل العكس، يعني نروح الاول اي مكنه تيني بن وبعدين نبقى نوصل عمرو المدرسه، عشان هيبقى ده له حساب وده له حساب، معلش احنا بنتكلم ما فيهاش هزار. وبعدين عماله تقولي لي عمرو عمرو وانا مش شايف، هو فين عمرو؟ يلا يا حبيبي هنتاخر على المدرسه. يلا ازيك يا عمرو؟ معاك عربيه؟ ايوه. امشي ورايا بالعربيه. عربيه ايه؟ العربيه هنوصل عمرو المدرسه بعد كده نسحب الفلوس. ويعني انت هتركبها؟ لا انتوا تيجي وتركبوا معايا الاول وبعدين انا اوصلك لعمرو المدرسه وبعدين نسحب الفلوس. تعالوا نركبوا معايا العربيه نظيفه وحلوه. انا جايه في الطريق ومعايا الكاميرا. طيب مبروك علينا كلنا، باي. اهي انا شايف مكان التي تي ام اهي. وهي مكان صراف اهي. على مهلك. ما شاء الله غزال وشارد، الله اكبر. هي امك متجوزه يا عم؟ امال انا جيت منين يعني؟ اه صحيح، امال جه هيكونوا جابوك من مول العرب يعني؟ ما صحيح، ما لازم يكون وعلى كده بابا بيشتغل ايه؟ بابا مش شغال، بابا عند ربنا. يعني انت يتيم يا حبيبي يا ابني؟ لا اله الا الله، يعني على كده ماما سنجل مذر؟ هي ماما برج ايه؟ مش عرفني انا، بس شكل المشيه بتاعت ماما كده انها برج العذراء، وعشان انا برج العقرب والعذراء والعقرب بيركبوا على بعض. قلبي حاسس كده ان احنا مولفين على بعض، وان شاء الله انت هتبقى في عينيا الاثنين، وانا هبقى بالنسبه لك الاب الحنون وعوضك عن حنان الابوه اللي انت فقدته. عمري ما هخطف امك منك يا ابني، امك هتبقى في عينيا الاثنين وانت هتبقى على راسي من فوق. بقولك بقى اتخطفت في عربيه. خطف ايه يا ابني اللي على الصبح ده؟ انت اتجنيت انت يا وقت اللي بتجيلك، الخطف ده دايما يحصل بالليل من 9:30 لغايه 10 الا ربع كده، زي العصابات بالظبط. طب ممكن تتصل بيها؟ اتصل بمين بس يا ابني؟ انت هتشككني ليه؟ معاك نمرتها؟ مش انت بتتصل بيها من شويه؟ الواد بيحرجني اخر احراج. صحيح. الله، هي ما بتردش ليه؟ في ايه؟ ينفع كده؟ شكل امك هربت كده بالفلوس، في حد يسيب ده ويهرب عشان خاطر 3500 جنيه؟ ده حتى ما يصحش يعني. طب مين اللي هيدفع لي ثمن التوصيله اساسا يعني؟ معقوله ما تفتح شايل فلوس؟ طب انا معايا مصروف، ممكن ادولك بس توصل المدرسه. عيب تقول كلام زي ده، مصروف ايه اللي هاخده منك؟ انا برضه هاخد منك مصروف، هاخد من عنده غير مصروف، انت عارف مدرستك فين؟ اه. هوصلك وامري لله. هي ماما سايبه لك مصروف كام؟ متأكد ان دي مدرستك؟ ايوه دي مدرستي. ماشي. بس هحس ان ماما بتتخطف. يا عم بقى ما تخليش القراميط بقى تلعب في دماغ عمك. قرمة اتخطفت ليه؟ انا بص هفضل اتصل بيها لحد ما ترد عليا وبعدين اطمنك. يلا اتكل على الله. على مهلك. على مهلك وخلي بالك من دروسك. مع السلامة يا ابني. مع السلامة يا ابني. ساعتين عشان تجيب لي حتة محضر ما تخلص. بس هو بيزعق الواحد معاه الباشا. الحقني يا سعادة الباشا، الحقني يا باشا، الحقني يا سعادة الباشا، الحقني يا سعادة الباشا. وانا لازم ارد؟ ما انا هلحقك. اتفضل اتفضل. انا يا باشا كنت راكب في امان الله، العربيه بتاعته كانت جنبي غاده اللي هي المذيعه ديت، فوقفت عصابه كده واخد بالك، راحت قطع علينا وراحت ايه عايزه تخطفها. هي هم خطفوها بس هم خافوا مني في الاول. يا رب تديهم التليفون. بحكي لسعادة الباشا الموضوع من اوله، اهدي عليا شويه. بتكلم مين؟ المخطوفه. سلم لي عليها قول لها احمد. احمد باشا بيسلم عليكي. انا ما كنتش في الاول مصدق انها اتخطفت بصراحه، لان انا كنت اعطيها ظهري. لولا الواد عمرو هو اللي اخد باله. عمرو مين؟ ابن المخطوفه. اه ده بيقولوا له في المنطقه يا ابن المخطوفه. لا دي هتتقال له بعدين، عشان هي مخطوفه من ساعه لسه الموضوع ما اتسيحش. اخلص اخلص واديهم التليفون يا قرموطي. يا ساتر يا رب، ايه الاستعجال ده؟ مش بفهم سعاده الباشا. خيرت عليا شويه مش كده يعني؟ خد يا سعاده الباشا كلمها قول لها الو التليفون ما بيكتبش. معاك الباشا، معاك الباشا. هي المخطوفه. Thank you.
الو صدقتنا سعاده الباشا؟ ايوه بس ده مفيش حد. يا ست غادة هتنزل هي لما تنزل. يا ست غادة انا اسف يا سعاده الباشا، ده لسه كانت بتكلماني دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله، يكون الخط بتاعها قطع. ما ممكن يكون التليفون بتاعها كارت مش خط لا مؤاخذه. وانت عارف الكارت دلوقتي 130 جنيه، تاخد منهم 30 جنيه غير الضريبه المضافه بتاعه 340 جنيه، يخصمهم من 17000 هيطلع حسابهم. فانا مش عارف سعادتك بقى هعمل ايه بالظبط. انا دلوقتي كنت بكلمها وهي قالت لي خش للضابط عشان ايه، وكانت بتكلمني من مقر العصابه. الله، هي العصابه ليها مقر؟ ايوه هي كانت بتكلمنا من المقر بتاعها. ومصوره العصابه، هي مصوره جريمه قتل على الكاميرا ديت. واخد بالك، وممكن نشوف فيها افراد العصابه فرد فرد. يا ريت، يلا فرجني. بس هي لا مؤاخذه البطاريه ضعيفه ومفيش شحن. فلو في عند ستك شاحن كاميرا، وبعدين اتفرج عليها على تلفزيون كبير عشان الشاشه هنا صغيره. لو عندك سلكه دي اتش ال اف اكس ان ديت بثلاث سلوك، سلكه حمراء سلكه زرقاء سلكه قطر، وبعدين نوصلها على اي تلفزيون ونقعد نتفرج انا وانت ونشوف الموضوع ايه بالظبط. بص قدامك يا حبيبي، ما تبصلوش لا تلقط، بص قدامك مش ناقصين. اتفضل يا فندم. معلش، هو انا ليا سؤال. اتفضل يا باشا. يا رب ما يوتركش يعني. هي ازاي مخطوفه وبتكلمك في التليفون؟ صح؟ ما شاء الله عليك يا باشا، عليك سرعه بدينه تتحسد عليها والله العظيم. لا ده انا عاجبك قوي. هو انت شايف فاكر الشيرز ده جاي من فراغ؟ يبقى انا حاسس ان غاده ديت بتعمل الحوار ده عليا عشان ما تدينيش حق الكاميرا ال 3000 ونص اللي هم حقي. فانا دلوقتي حاسس ان غاده ديت بتنصب عليا. طب هي مخطوفه ولا بتنصب عليك؟ انا واقف في عرضك يا سعاده الباشا عشان تدلني بقى على الموضوع ده. النمره اللي بتكلمني منها موجوده دلوقتي، فانت سيادتك تاخدها تتصل بيها. لقيتها مخطوفه دوركوا كشرطه تروحوا تنقذوها، لقيتها مش مخطوفه يبقى بتحور عليا عشان تاكل مني حق الفلوس بتاعتي وما تديهاليش. فانا عايز دلوقتي اعمل لها محضر تبريد وانكار. محضر ايه؟ تبريد وانكار، لانها بتنكر انها بتتبرد عليا. انا عايزك تحط نفسك مكاني. اتفضل يا باشا. انت دخلت ما بالكش خمس ست دقايق عملت لي 28 قضيه، قلت لي مذيعه مخطوفه، خد كلمها في التليفون، ما لقيتش حد. لا انا ما لقيتش حد. ايه انت؟ احنا حبايب. لا اتفضل سيادة، احنا في خدمه الشعب. لا طبعا انا حبيبك، بس ما تتعصبش. لا فيش عصبيه ولا اي حاجه. خلاص شويه وقلت لي عمرو ابنها ابن المخطوفه، اللي هو مش هيتقال لها ابن المخطوفه دلوقتي، اللي امه لسه مخطوفه من ساعه. أيوة. بعدين بقى هيتقال لها مخطوفه والكلام بتاع. سيبنا بموضوع التليفون، قلت لي الكاميرا، قلت لك عليها جريمه قتل وعليها أيوة. فضل العصابه. أيوة. طب يلا نتفرج. صح. قلت لي قطع شحن. ايوه والله، ودي اتش ال واس اف ان. ما شاء الله حافظ كل حاجه يا حبيبك. أيوة. عيب الله. هو اول مره دي؟ تاني مره؟ تالت مره كده يعني؟ سامحني. أرموتي أرموتي مريم، اديت لغدا الكاميرا؟ مش غدا اتخطفت. غدا اتخطفت ازاي؟ ما هي لسه مكلماني الصبح وهي بتوصل عمرو المدرسة. انت ما تعرفيش، ما عمرو كمان اتخطف. يا نهار اسود، يعني غدا وعمرو اتخطفوا الاثنين؟ امال ايه؟ وخلي بالك، خلي بالك علشان انت كمان هيخطفوكي. يخطفوني ازاي؟ ايه اللي طلعك تاني؟ مش مشكلة دلوقتي، فهمني ايه اللي حصل. انا هفهمك كل حاجة دلوقتي، بس خليكي فوق، ما تنزليش بقى تاني. طيب ما تنزليش تاني عشان مش هنقضيها سلالم احنا. مش هنقضيها سلالم احنا. ايه اللي حصل؟ الدور عليك انت كمان، انت الخطفة الكبيرة. يا نهار اسود. والله يلا ننزل بقى نتكل على الله من هنا. يا نهار اسود، في عصابة وهنتقتل، لازم نجري. نجري ازاي؟ نعمل ايه؟ لا لازم نعمل خطة الأول. خطة ايه؟ معرفش، احتياطي. نجري نجري. ايه ده اللي انت شايله ده؟ لا الجلابية بتاعتي، الله حرميها ولا ايه؟ ارمي الزبالة دي. زبالة ايه؟ اوعى تغلطي في الجلابية دي، من الأرجنتين، ده أنا ميسي اللي جايبها لي بنفسه. تغلطي.
اسمع اسمع انا بقول لك عليه اهدى شويه اسمع اهدى تعالى يا بت حسين اوعى فين انت فين اوعى الاول اقف عندك بس اهدى اقف عندك مش فاهم حاجه مش فاهم حاجه ما تسرقش مني في ايه؟ في ايه قرموطي؟ في كلابوش وهنتحبس ليه؟ ده ظابط وانا سارق عربيته يا نهار اسود اجري يا قرموطي العربية فين؟ العربية اهي فين؟ العربية العربية اهي طب اجري استني اجري استني انت بسرعة استني يا ولد ما تعصبيش امي ضيعت الكاميرا يا قرموطي بس بقى ليه؟ سرق منكم حاجة؟ لا بس سرق عربيتي بس ما تقلقوش أنا معايا جي بي إس لو راح فين هجيبه المزارع اللص معاكم عربية؟ شمال شمال مفيش شمال بقول لك إيه؟ البتاع اللي في ايدك ده هيوصلنا ولا أنت بتهري؟ عيب يا أستاذ معاك ضابط شرطة رد على التليفون ألو ايوه يا قرموطي ايوه يا ست غاده هي مريم معاك ايوه يا ست معايا اطمني اديت لها الكاميرا لا لسه الكاميرا اصل على الكاميرا عند عربيتي لان نسيتها لما رحت اخور بقول لك ايه ما تلخمنيش الله يخليك سيبيني بقى عشان كفايه توصل الحمد لله وقفت وقفت على بعد 100 متر اها يابا 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 ايه اللي حصل؟ هي العربية قلبت بينا ولا ايه؟ يا قرموطي ليه واحنا اتخبطنا؟ عربية نقل خبطتنا عربية نقل خبطتنا احنا؟ لا لازم نرفع عليها قضية عشان النقل ممنوع يمشي في الشوارع دي كان معايا واحدة كان معايا واحدة انا يا قرموطي مريم اللي كنت معاك انت ذاكرة كويسة ولا ايه؟ ايوه يا مريم انت مريم؟ ايوه كان معايا قرموطي انت فاكر عربيتك فين ولا ايه؟ ايوه فاكر يا بنت بس انت ايوه يلا 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 بالله استني اشتغل تعمل ايه يا قرموطي دلوقتي؟ شوية بس الله يخليكي الله يخليك عشان ما نحبش انا ايه ده؟ ايه ده يا قرموطي؟ انت بتحط رقم تليفونك لصاحب العربيه عشان تصلحها له؟ لا ده واحد صاحبي عنده ورشه في الحرفيين ايده عنب هيرجع له العربيه دي اوسخ من مكانه بس الواحد لازم يعمل الواجب ان شاء الله انا حاسس ان وشي منمل وانا كمان ايه اللي داخلين علينا دول ده احمد السقا ده ولا ايه حاجه عم حد حاجه عم حد تاخد العربيه قلبت دي حد تاني في العربيه جوه كان معايا واحده معرفش انا بقى. انا يا قرموطي مريم انا مريم ايوه هي دي حد تاني في العربيه لا في البنت صغيره مزنوقه بين العربيه طب بص تعالى انت مين يا قرموطي استني اهدى شويه اقلع القنفذ اللي انت لابسه ده لا تشوك نفسك جوه والنبي الحقوا البنت جوه تعالى اتدغدغنا يا قرموطي يلا يلا هنعمل ايه دلوقتي اهدي بس شويه خلاص اسود دول جايين لازم نتنكر خلي بالك لبسيني بسرعه فهمني بس هتعمل ايه؟ هروب اضطراري. ما كانش ده هو شكلي، ما كانش ده موتوسيكلي، ما كانش فيه في دماغي غير يا ارنا تطلع اجري، قالوا لي بلاش الاكشن، قالوا لي الكوميدي احسن، قالوا لي انك هتحيش او هتتعبش في لجنه. قلت ستوب. مش قصة حب دي حكاية فرمة تتفرم بأسكالوب
ما هو مش ضرب ولا بن ديزل ولا توم كروز، بس حالف انه في النهايه لازم يفوز. ارمك سيطره في اي مكان واي حته، يسو طياره او موتوسيكل او بسكليته، تلبس جلابيه او طاقيه او جاكيته، ارموطي الاسطوري قطع اي شاب جدا. أخيراً وصلنا؟ معلش العربية فين؟ مش أنا ظهري ابتدى يعل علي، النظارة دي مش شايف بيها بصراحة، ده معرض نظارات ده ولا إيه؟ هو ده وقته؟ فين العربية؟ فين؟ تعال فين السعيد؟ خير يا بوب؟ مفاتيح يابا. مفاتيح ايه دي؟ مش عربيتك، العربيه دي بتاعت واحد لابس جلابيه. يعني انت شفت الجلابيه وما شفتش ام الشنب ده وما شفتش الرخصه اللي موجوده على العربيه؟ هات المفاتيح بقى. ما تفضعنيش، تعالى مريم. يا نهار اسود، ايه كان في كاميرا هنا راحت فين؟ ضيعت الكاميرا يا قرموطي. اهدي عليا شويه، الكاميرا اللي كانت هنا راحت. هو في حاجه اتسرقت من العربيه، كان راجل وست كده والراجل جري والست مسكناها. وانت كنت بتشرف عليهم وهما بيسرقوها، امال انت معاك المفاتيح ليه؟ وفين الكاميرا دلوقتي؟ انا عايز اعرف. الست وديناها الاسم. في الاسم دلوقتي؟ معرفش. والكاميرا معاها في الاسم؟ معرفش. قرموطي انا اهو، عملت ايه؟ ولا حاجه، لولا ربنا كرمني كده وانا داخل لقيت واحد معرفه كنت مسلفه 14 جنيه زمان كده اول ما شافه. لا 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 قرموطي مش وقته ده خالص. عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ ما انا سالته، قلت له ما تمسكش حد عندكم حرامي بكاميرا. قال لي واحده اسمها بطه موجوده جوه في الحجز بس معهاش كاميرا. يعني ايه الكاميرا ضاعت يا قرموطي؟ ما اعرفش، اكيد مع الحرامي التاني اللي كان معاها، ما هم عصابه مع بعضيهم. طب بقول لك ايه يا قرموطي، مش انت بتقول في واحد قريبك جوه ممكن يساعدنا؟ ما تيجي ندخل له. وانت فكرك احنا داخلين شيراتون الجزيره يعني؟ هنفضل داخل طالع كده من الاسم؟ انا ما صدقت ان انا خرجت من الاسم ده ونفدت بجلدي باللبس المسخره اللي انت ملبسهولي ده. انا من ساعه ما دخلت الاسم كل اللي في الاسم عمال يبص لي شزرا كده، كل واحد واللي بيبص على السلسله واللي والبنطلون كان هيقع مني واللباس كان هيبان وكانت هتبقى ليله سوده. مش قرمط اللي يحصل معاه كده؟ وبعدين انا خايف لا تكون صوري جوه بيدوروا عليا. طب خلاص بقى يا قرموطي ما تقلقش، تعالى ندخل وانا معاك. انت محسساني كده ان انا ماشي مع انجيلا ميركل يعني؟ هتخش معايا تعملي ايه يا بنت الناس؟ ما انا حكيت لك على الفوله ولبتها من اولها لاخرها. اسمعي يا بنت الناس، نقطع عرق ونسيح دم، احنا نخش نخلص من الموضوع ده ونعمل محضر دلوقتي ونقول لهم ان جدها اتخطفت ونخلص من الحكايه. ولما ياخدوا عمرو ويقتلوه؟ نهار اسود، صحيح ده انا نسيته خالص يا عين. الا عمرو؟ طب وبعدين؟ انا مش فاهم نعمل ايه يا بنت الناس، قولي لي رسيني انا اعمل ايه وانا اتصرف. بقول لك ابراهيم، عايزك تخدمني خدمه مش هنسالك العمر كله، وصلنا لغايه الحجز بس بتاع الستات، اشوف الوليه اللي اسمها بطه ديت تسالها الكاميرا فين وكل واحد يروح لحاله وهروقك. ايه ده؟ ايه يا عم قرموطي تترشيني؟ مش 14 جنيه اللي هتفضل تزلي لي بيهم طول عمرك؟ وبعدين ده حجز الستات، ادخلك ازاي؟ اتصرف يا ابراهيم، مش هتعرف تتصرف يعني. اقول لك ينفع هي تخش مكانك؟ صحيح ده حجز الستات، ما تخش انت. نعم انا استحاله ادخل البتاع اللي اسمه الحجز ده ابدا. اسمع عبد الله فيها بس مراسله كده ومره طالع صعبه في بعضها. طب بقول لك وديني لغايه حجز الستات كده وانا هتكلم كلمتين، هم هتاخد دقيقتين ونص بالظبط، والله العظيم مش اكتر من كده. دقيقتين ونص؟ والله ما اكتر من دقيقتين ونص، لو معاك ستوب ماتش اقعد اظبطها هتلاقيهم دقيقتين ونص بالظبط. عشان حضرة الضابط بتاعنا جديد وممكن يجازيني فيها. انا هنتجازى كلنا لو طولت معايا. خلص يا ابراهيم، خلص. طيب يا ابراهيم تعالوا ورايا. اعملي نفسك طبيعيه. تخلص يا عم قرموطي وانت حاليا وخلصنا. انا شايف حاجه جوه ابراهيم، انا مش شايف حاجه، والنبي اللي اسمها بطه تجيلي عشان عايزها في موضوع صغير الله يخليه. مش شايف حاجه ولا حد. بقول لك افتح لي بس عشان بس كان انا اتكلمها من جوه. مش هينفع. مش هينفع. دقيقه والله العظيم دقيقه بس اقول لها الكاميرا فين ترد عليا نخلع على طول. ما تخافش بقى، وديني في داهيه والله يا عم قرموطي. اتفضل بسرعه بسرعه. اللي اسمها بطه تجيلي والنبي عايزها في كلمه واحده. انت بطه ولا انت بطه؟ يا نهار اسود، حاطط الظابط جه. خش يا عم قرموطي، خش يا عم قرموطي. استنى يا عم قرموطي، وطي يا عم الله يسلمك. وطي وطي. ايوه يا فندم. ايه اللي موقفك هنا؟ لا يا فندم مفيش حاجه. تعالى اتفضل معايا. اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل يا فندم. مريم
يا مريم. ايوه يا قرموطي. هو الراجل قفل عليها من بره ولا ايه؟ اه قفل. طب هنعمل ايه؟ دور انت بس على بطه وخلص معاها، وانا هروح ادور على امين الشرطه وخليه يجي يفتح لك على طول. بسرعه، لان النسوان هنا شوت لهم شمال وهيغتصبوني. بقول لك ايه؟ خلي بالك من نفسك والنبي، واقفل سته الجاكيت للاخر. فين هم دول بتوع قفل؟ دول شكلهم ده فيهم ماهم. ما تداري نفسك يا مره. سود عليا وعن اللي هيحصل لي. انا عايز المعلمه بطه يا جماعه. المعلمه بطه فين؟ انت المعلمه بطه؟ لا في ايه؟ انت حلوه قوي. الله جرايه يا وليه يا مالك. اول مره تشوف راجل بس يا وليه. انا عايز المعلمه بطه. وسعوا يا نسوان. عايز ايه يا حلوه؟ حلوه؟ مين الحلوه دي؟ بكلمك انت يا غندوره. غندوره ايه؟ مالك يا ست؟ ما تقعدي على بعضك شويه. الشنب ده ما بيوحلكيش باي حاجه لا مؤاخذه. لا بيوحي حاجات كتير قوي. بسم الله ما شاء الله، ده كبير قوي. الله اكبر. بلاش بقى عشان الحاجات دي بتتنظر. الله يخليك. بس ليه الفرده اليمين اكبر من الفرده الشمال؟ عادل اوعى تغلطي في شنبي. انا الحلاق بيقف اسبوع على طراطيف صوابعه كده علشان يوقفوا لي الوقفه دي. دم خفيف يا نسوان. في ايه يا ست؟ انا عايز المعلمه بقى. ما تقول لنا. نعم. انت جايه في ايه غندوره؟ جايه غلطه وندمان عليها. وغلطه ليه ما نصلحها؟ لا لا ايه ده، تصلح ازاي انت؟ ما احنا فيها. اقسم برب العزه ما عندي. انا عايز المعلمه بطه. انا بطه واقع بقى. بس اوعى بقى، انا واقع في عرضك يا معلمه بطه، واقع في حماكي. اللهم صل على رسول الله. نحن الآن في قلب الحدث. يا حلولي يا حلولي، اديني بقى اخش في قلب الحدث معاك. يا ولية انت اتجنيتي ولا ايه؟ ما تعصبنيش عليك على الصبح، الراجل لسه واقف. هات يابا. ألف 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 شكر على مجهودك وتعبك معانا، وشكر خاص للسياح اللي انت عملتهولي في الشارع. أرمض جاب سريدي، أرمض جاب سريدي. ما تنساش في واحد بتاع عصير على أول الناس، هتبقى أقول له برضه إن أرمض جاب سريدي. وده شارع يتقال له إن أرمض جاب سريدي، ده إحنا مش ناقصين عين يعني. النضارة الثانية دي بتاعتي هاته. استني يا ولية، أنت عايزة تتفرجي قبل ما أشيك على التلفزيون؟ لا يكون في حاجات قبيحة ولا حاجة. قبيحة إزاي يعني؟ مش ده تلفزيون 3D وبيعرض أفلام 3D؟ لازم أشوفه بنضارة واحدة الأول، عشان 3D مع 3D هيبقى 6D، وده بيت له صنعته. ما تعصبنيش بقى. الله، روحي حضري الفطار على بال ما أقوم بدور الرقابي في البيت. ماشي. حلاوتك يا ارمط وانت بتتفرج على السيري دي. ايه الحلاوه دي؟ ده النار محوطانه. ده ايه ده؟ ده كانه بجد يا جماعه. الله الله الله، ده كان النار محوطانه. انت معلم واحنا منك نتعلم. قرموطي يا معلم، واحنا منك نتعلم. ايه ده؟ السري دي كامل من مجاميعه، صوت وصوره وريحه كمان. الصين ما سابتش حاجه ما عملتهاش. يا ولاد الصوت كمان سري سراوند، تحس انه جاي من وراك. حاجه عجيبه. ولا ايه؟ البيت انا كنت لحقت في الروبوت كنترول يا وليه من ورايا شكلك كده. اهدي يا وليه، استنوا يا جماعه. يا رب يا رب يا رب يا رب. زيرو 3 دي لا من التلفزيون. هم الصوت الثاني 180 180. ايوه جاي، ايوه جاي. اهدي شويه، اهدي يا وليه جاي. اهدي يا رب. الحمد لله يا رب. الحقوا نرجع، الحقوا نرجس سريدي ولع الشقه. الحقوا نرجس السريدي. الو المطافي، والنبي في حريقه الله يكرمك. عندنا العنوان، ورقه وقلم بسرعه. ورقه وقلم. لا براحتك، لسه الحريقه باديه يعني. اه معلش يا حبيبتي. قدر ولط عين، هي عين وصابتنا. عين عين. انت قلت لاختك على موضوع التلفزيون السريدي؟ قلت لها على الطاير يعني. على الطاير؟ ما روح للشقة ولقيت على الطاير. مش عارف.
جت سليمه يا قرموطي والحمد لله طفينا الحريقه. وانت طفيت ام الحريقه ببلاش؟ ده انت ولعت في بلطو جدي، يعني ده حضر بيه الحرب العالميه الثالثه اللي كانت في روسيا، ده اتضرب 2 ار بي جي ما تفشخش الفشخه دي. وبعدين عايز تعمل واجب وجاي تطفي حريقه بطانيه من عند امك. مش تضرب يخرب بيت امك اللي احتكوا في حرايق بعد كده. هو في بيت تاني وقع في المنطقه ولا ايه؟ في ايه يا جدعان؟ المنطقه بتولع مننا ولا ايه يا جدعان؟ يا جماعه في حد هنا اتصل بالمطافي وقال في حريقه. ايوه يا باشا انا اللي اتصلت، بس الكلام ده يجي من ساعتين يعني كده. امال في الحريقه يعني مش شايف حاجه؟ ما احنا طفيناها لا مؤاخذه، احنا هنستنى كده بقى يبقى بلاك كاذب وازعاج للسلطات، وهتدفع 500 جنيه غرامه فوريه. ليه يا باشا؟ عشان قلت في حريقه وطلع مفيش حريقه. واحنا كنا هنستنى لما المطاف تيجي، يعني كنا مؤاخذه يعني ايه؟ كنتوا مستنيين تاخدوا البصمات بعد الحريقه مثلا؟ كمان بتهزر؟ دي جريمه تانية. جريمه هزار مع السلطات ديت ولا ايه؟ هتدفع 500 جنيه ولا اتصل بالبوليس؟ لا واحنا يرضينا البوليس، اتصل بالبوليس، احنا ناقصين مشاكل. خمسه هجيب لك ال 500. حاضر. هو هيبقى موت وخراب ديار. انا بنفذ التعليمات. بس احنا غلاب. ادفعي وبعد كده بشتكي. انا هشتكي لربنا وانا محروقه جوه وبره كده. ونعم بالله. عشان الاقوا الحريقه متطفيه يقوم ادفع 500 جنيه؟ لا انا ولع عنهم تاني علشان يطفوها براحتهم. الله بقى، عشان لو سالني على الوصله اقول له الوصله ضعف الحريقه. شو فقري سير كمان. حضري لي الحمام يا وليه. وده يتحضر ازاي ده؟ يعني الجمله دي اتقالت في 950 الف فيلم قبل كده، جت على امي انا. خديني على قد عقلي كده وخش حضري الحمام وخلاص. وايه اللي هينزلك بدري كده؟ رايح اصلي الجمعه الساعه 9:30. يا ولية اهل الحرم المؤمن في الجامع عشان يلموا لي فلوس عشان البيت اللي ولع مننا ده. تقبل على نفسك يتلم لك في الجامع يا قرموطي؟ مش هنتناقش كتير انا. خلصي علشان الناس دلوقتي زمانها مستنياني، وعيب اروح لهم على الخطبه كده على طول. خش حضري الحمام. ده الجامع فاضي ومنعم لسه نايم. يا منعم 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 يا منعم اصحى. في ايه يا قرموطي بس؟ في ايه؟ الشيخ حسنين لسه ما جاش. الساعة 10 لسه الصبح. ايوه ما هو قال لي تعالى لي الساعة 9 علشان موضوع الحريق بتاع البيت، وكان لامم لي فلوس كده يعني. هو ما سابلكش حاجة؟ ساب لي ظرف بس سيبنا نام شوية. لا ما انا مش هسيبك تنام الا لما تديني الظرف. يا منعم منعم مش هيخليك تنام الا لما الظرف. الظرف يا منعم. يا ساتر يا رب. امسك امسك ادي الظرف. الله يكرمك يا شيخ حسنين بحق جاه النبي واهل بيته. يا سلام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. فيش عشرايا؟ عشريناية؟ يا دي شيلينات؟ هو ايه كان بيلم لي من ايام حريق القاهره؟ ده حريق شقتي يا عم منعم. بس ماشي الحمد لله، احنا هنطط يعني ونقل ادب. اللهم لك الحمد، ربنا اكرمك يا شيخ حسنين. قادر يا كريم. نام بقى ده انت في الضياع. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه. لا اطمن اطمن خالص، ان شاء الله هنتصرف. مع سلامة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. في ايه يا عم منعم؟ الشيخ حسنين خطيب الجامع عيان جدا ومش هيقدر يخطب الجمعة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكرمك يا شيخ حسنين، أنت لقيت تعب من لم الفكة اللي أنت اديتها لي ديت. خلاص بقى ألحق أصلي الجمعة في جامع تاني بقى. استنى بس يا قرموطي، ما هو مش معقول هنقفل المسجد في وجه المصلين. ومش معقولة برضه هنصلي الجمعة من غير ما يبقى في خطبة جمعة يا منعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة يا رجالة؟ لا الشيخ حسنين تعبان ومش عارفين مين اللي هيخطب. أنت معانا من المنطقة ولا عابر سليم؟ يا إخوانا الموضوع أبسط من كده بكتير. أي واحد فينا يخطب. يعني إيه يا منعم أي واحد مننا يخطب؟ هو أي كلام ولا إيه؟ دي مسؤولية يا جماعة. بقول لك ايه، انا هلحق الجمعه في اي جامع تاني. يا اخوانا بعد اذنكم، انا صاحب العماره اللي فيها الجامع دي، من حقي انا اللي اخطب الجمعه. يعني انت عشان صاحب العماره يعني تقوم بقى يعني تخطب؟ ما مش عارف اجيبها لك ازاي. يعني ينفع الكلام ده يعني؟ انا قديم هنا في المسجد يا قرموطي، وكل خطب الجمعه انا حافظها. وبرضه مش بالحفظ يا منعم،
ما انا من وانا صغير في الكتاب حافظ القران، عمر ما جه في دماغي ان انا اخطب في يوم الجمعه، مش كده هي برضه يعني؟ اصلنا عقبال عندك يا اختي، رايحين المصيف انا وسحاسب ورايحين مرسى مطروح. مرسى مطروح؟ تروحوا وترجعوا بالسلامه، بس مش واجب استاذن القرموطي في الشنطه ليكون محتاجها ولا حاجه، اصل هو عايز ياخدني ويوديني راس شيطان. راس شيطان؟ راس شيطان ايه يا اختي وراس عفريت؟ ايه ده انتوا من ساعه ما اتجوزتوا الا ما شفتكوا رحتوا ولا جيتوا؟ مين قال لك بقى؟ بياخدني يا اختي يوديني اماكن واي فاي، مش الاماكن اللوكال بتاعتكم. يا اختي بلا واي فاي بلا هاي فاي، اسمعي بس الكلام وقومي البسي، ده العيال بصي بيموتوا فيك، هيفرحوا قوي، ده روحهم في خالاتهم. لا القرموطي بينزلني في فنادق 7 نجوم. الحمد لله، الحمد لله الذي احسن كل شيء خلقه وقدره تقديرا، واصلي واسلم على خير البريه نبي الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد يا بنتي يلا، ما قمتيش ليه؟ عشان ما عشمش نفسي يا اختي بمطروح ويجي القرموطي يقول لي يلا بينا على سهل حشيش. يا اختي بلا حشيش بلا بانج، قومي عشمي نفسك براحتك، احنا اول ما سي القرموطي يجي نقعد نزلنا عليه، انت من يمه وانا وسي حسب والعيال من يمه الثانيه، وزن نزل نزل نزل. نحن في زمن الفتن والبدع، كل شيء في حياتنا أصبح بدعة، فالإنترنت بدعة، الموبايل بدعة. واللي معاك ده مش موبايل؟ قديش بدعة؟ عيد الأم حرام، عيد الحب بدعة. الراجل ده مش عايزنا نفرح ولا إيه؟ ما تقطعش الخطيب عشان تاخد صواب الصلاة. ده خطيب مؤقت لحد ما يرجع الشيخ حسنين. ده دراع مؤقت برضه ولا ايه؟ واحد الله يا قرموطي، واحد الله يا جماعه. لا 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 لا، اللي حصل النهارده ده ما يتسكتش عليه خالص يا عم حسن. ده في خطبه واحده طلعنا كلنا رايحين النار، ويقول لك التليفون بيدعك. امال ده ايه لا مؤاخذه؟ سافون ايه يا منعم في ايه؟ منعم ده ايه؟ اسم الشيخ منعم. شهاده حق يا جماعه، هو غلطان، بس انت برضه غلطان يا قرموطي. غلطان في ايه يا حاج حسن؟ فهمني. انك انت اتكلمت ساعه الخطبه وانت عارف ان ده غلط. فتح الله عليك يا حاج حسن. لا بس انا غلطتي مش زي غلطتك يا منعم، عشان كنت انت واقف في وسطنا زي الملاك، معرفش ليه اول ما طلعت المنبر اتقلبت وبقيت واحد تاني. انت الجدال معاك مضيعه للوقت. طب ما تضيعش وقتك معانا واتكل على الله. يلا يلا يلا، الله يخليك. ده اللي حصل ده ما حصلش من ساعه الاسلام ما دخل مصر يا راجل. خناقه في الجوامع ينفع كده؟ استهدى بالله بقى يا قرموطي. الله، الحكايه اولا واخيرا ظرف طارئ ومش هيتكرر، يعني اكيد الخطيب الاولاني هيرجع يلقى وفد هتتصرف وتبعت حد بداله. ما هو السقوط على الحاجات ديت خطر يا حاج حسن، من عنده ممكن يفكر نفسه ان هو بقى شيخ وفجاه نلاقي له بقى مريدين، وده خطر على الشباب. يعني قول لي واحد شاب صغير زي ده ثلاثي الابعاد لو سمع خطبه من الخطبه ده قول لي يعمل ايه؟ ده مش بعيد بعد خطبتين يقلب 2 دي. شفت بقى؟ اهو انت كنت هتنسيني المفاجاه اللي كنت عايز اقول لك عليها. حذر فذر بقى، مين اللي جاي النهارده؟ الاستاذ لطفي ابو شناق. ايه اللي هجيب لطفي بشناق هنا؟ اكيد مش هو. طب استنى ما تقولش، استنى والله لازم اجيبها لك. يا ترى مين اللي جاي لك؟ وحياه ميدو ما تنطق. اديك قلتها، ميدو ابني جاي النهارده. ميدو؟ ميدو جاي النهارده؟ يا ده انا بقالي سنه ما شفتوش، وحشني قوي ابن الكلب. يا اخي احترم نفسك، ده هيبقى باشمهندس قد الدنيا. يا اخي من فرحتي بيه بشتمه، ده انا هموت واشوفه ابن الجزمه. بس بقى بطل شتيمه واحترم نفسك. واد وحشني بس يا حسن، في ايه؟ ما فيهاش حاجه. قول لي هيوصل الساعه كام؟ هيجي على الساعه 7 كده بس. عارف قرموطي من ساعه ما كلمني في التليفون وانا مش مطمن كده، حاسس ان في حاجه متغيره. لا ان شاء الله ما فيش حاجه، تلاقي بس تعب السفر ولا حاجه. اول ما يجي تتصل بيا على طول عشان عايز اعملها له مفاجاه من من العسل. يعني انا هشتم بقى يعني؟ تعمل ايه يا حاج قرموطي؟ بيت امك، افتكرتك شيشه. قوم انا من هنا، لا قوم اتكل على الله امشي. ايه افطار اللي قاعد في وسطينا ده؟ ايوه خلصت صلاه؟ لا الخطيب مخرجنا كده ربع ساعه نطمن على اهالينا وبعدين نرجع نكمل الخطبه. ازغدك يعني؟ جرى ايه يا قرموطي؟ يعني لا في زيك يا زوزه، ولا عامله ايه يا زوزو، ولا نورتي يا اوزو؟ ده على اساس انك ما كنتش هنا امبارح ولا اول اول ولا اول 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 اول. يوه، في ايه يا قرموطي؟ اختي وبتزارني. في فرق بين الزياره والاقامه، دي مقيمه عندنا. ده انا خلاص قربت اطلع لها الجرين كارت بتاع الشقه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي اثناء دخولي من الشقه؟ ايه اللي خرج الشنطه دي من هنا؟
كالعادة يعني، وكل سنة بيتزنقوا في الشنطة عشان يروحوا المصيف ومش شعبطين فيا ياخدوني معاهم، وانا بصراحة ربنا هروح بقى. ياخدوك انت والشنطة في عين واحد؟ يعني ياخدوا مني اكتر حاجتين مالين عليا البيت. يا مسافر وناسي هواك رايدك والنبي رايدك. ازيك يا اربط؟ تشرب عشاي؟ يخرب بيت اهلك يعصبوا. انت ايه اللي خلاك تلعب في الايباز بتاعي؟ ايباز؟ بيقولك ايباز اسمه ايباد. عبيد اهلك لو جيت جنبه تاني. انت مش عارف ان كل شغلي عليه خرايطي وشغلي وطرقاتي؟ الجي جي بس بتاعي هنا كله. جي جي بس؟ بيقولك جي جي بس اسمه جي بي اس. ربيت ام اللي علمك انجليزي. انا نفسي اشوف الشهاده بتاعتك انا عشان انت جاهل جهل. اسمه جي جي بس. الراجل اللي اخترعها كان عنده قطه اسمها جي جي، جايه تلعب في الجهاز قال لها بس، من ساعتها سموه جي جي بس. جوجل بقى وابحث وسيرش علشان انت بتحطش غلط. اللي ايه جي جي بس اللي بتتكلموا عليه من الصبح ده؟ ناوليه ده برنامج انا منزله عليه خرايط العالم من اكبر قاره لاصغر حاره في مصر. تكتبي المكان اللي انت رايحاه وتعملي كده سيرش، يروح هو موجهك بقى يمين شمال كده يعني. زي الكلب البلدي لما يشمموا قطر المجرم ويطلقوه عليه، يفضل ورا ورا ما يسيبهوش الا لما يجيبوا من ديل بنطلونه. طب افهمها ازاي ولا اقول لا؟ ولا افهمك انت ازاي؟ انا مش عارف اتواءم مع الترابيزه دي كلها بصراحه. انا مش مفهمك يا وليه قبل كده هو اللي هنعيده نسيته؟ انا مش فاهمه. احسن امال انا اتجوزتك ليه؟ ما تبطلوا بقى اللي انتوا عمالين تتكلموا فيه من الصبح ده. يلا يا جدعان عايزين كلنا نروح المصيف مع بعضينا. انا ضميري ما يسمحش اصيف والبلد في الظروف دي. مالها البلد؟ اقرا لها انت حسب عشان دي ما بتفهمش. اقرا اول تويته للبرادعي. البرادعي حزين عليك يا مصر. عايز البرادعي يبقى حزين على مصر وانا اطلع اصيف انا وانتي؟ طب والسنه اللي قبلها؟ اقرا لها التويته اللي قبلها بتاعت بنك مون. بنك مون ابدي قلقي على مصر. عايزه بنك مون اللي هو لا من ملتنا ولا من ديننا ولا من بلدنا الان على مصر وانا وانت نطلع نصيف. طب والسنه اللي قبلها؟ فر يا عم الحاج. امريكا. افتح الباب يلا يا رموتي. انزل يا عرموطة عشان هنفتش العربية. الله الله بتخبط على العربية ليه كده يا عم عبد البر؟ في ايه؟ وبعدين في الليلة السودة دي في ايه يا عم عبد البر؟ ما انا بقالي 3 سنين داخل طالع من المديرية، فجأة يعني شكلي بقى ارهابي ولا ايه؟ مش قادر افهمك انا بصراحة. ما تزعلش يا عرموطي، في اوامر علينا بالتفتيش لأي حد. اوامر ايه؟ مش فاهم. وايه التفتيش؟ يا عم بالراحة يابا بالراحة، ده شاي وسكر الحاجات دي ممكن تتدلق. مش معقولة يعني كده عم عبد البر؟ مش انا اللي اتفتش، مش ارمط اللي اتفتش يعني. معلش في اوامر مش سايب مدير الامن الجديد بالتفتيش الدقيق. مفيش حاجة فندم. مفيش حاجة. يلا بقى. طب ما انا عارف ان مفيش، هخليهم يطلعوا تاني البضاعة بقى. لا انت اللي هتطلعها وتمشي. مين ده اللي يطلع؟ اوعى تقول الكلمة دي بعد كده. مش ارمط اللي يحمل بضاعة. انا معايا رخصة دولية. انت اتجننت ولا ايه؟ ده انا عدي برخصتي من بوابه اسكندريه. انت اتجننت قلت ولا ايه؟ ارموطي اوعى تقول لي انا اللي حمل العربيه. ارموطي انا مش تبعها عبد البر. ارموطي سواقه مع رخصه دوليه. اسمع كلام. ما يتقالوش حمل. صلى على النبي يا ابني. عشان ارمط من الصغير في يا ابني. ما تركبش دماغك. ارمط من الصغير في المنطقه. عيب تمشي يا ابني. عيب يا ابني. انا مش تبعها يا ابني. اسمع كلام. ارمط من الصغير. فين الواد ميدو؟ امال السلام عليكم. مساء الخير. امال فين ميدو؟ اتفضل. ده ميدو؟ خرب بيت شيطانك، ايه اللي عملته في نفسك ده؟ ازيك يا ميدو؟ يا ده ميدو في ايه مالك؟ هو عمك ارمط ما وحشكش ولا ايه؟ ما تتعبش نفسك يا رموتي، ده مش ابني اللي ربيته. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا عملتوا دي ان تي وطلع الواد مش ابنك ولا حاجة؟ كل حياتكم مفاسد وذنوب. ازاي تسيبوا امي عريت الوجه كده قدام راجل اجنبي؟ اجنبي؟ ام ميدو ماشية مع مين والجوزيء؟ بيقصدك انت بالاجنبي يا قرموطي. قال يعني غريب عننا؟ ده اللي علموه له في الكليه. كليه ايه؟ انت اتعلمت في هندسه اسيوط ولا هندسه افغانستان؟ مش فاهمك. انا ببلغ وبعمل اللي عليا. وعد امي ما شفت الوجه كده فتنه. والحديث بيقول لا يدخل الجنه ديوس. ديوس؟ بتقول على ابوك ديوس؟ يا كلب حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مفتري يا ضلالي. ايه ده؟ ام ميدو ايه؟ ايه ولا في ايه؟ انت ازاي تكلم امك وابوك بالطريقه دي؟ انت فجاه كده هتعمل عليهم علامه؟ انت نسيت ان امك هي اللي معلمك الصلاه؟ نسيت لما كانت بتزغرط في الشارع وبتوزع شربات في الحته كلها لما حفظت جزء عامه؟ اخص عليك عيل واطي.
حقيقي ليس بعد الكفر ذنب. لو كنت كافر كنت وقتك زي ما الكفار بيوقدوا عيالهم. على الاقل يا اخي كنت استريحت منك. توقدني؟ الكفار كانوا بيوقدوا البنات على فكره مش الولاد. احنا بقى الجيل الرابع من الكفار وبنوقد الولاد. يلا يابا اتكل على الله بدل ما نوقدك تحت عتبة الباب دلوقتي عشان ما تحرقش دم امك وابوك. يلا مع الف سلامة. وما تنساش بقى لما مؤاخذة تبقى تغير اسمك عشان ميدو ده مش هتمشي مع الدقن. شوف لك نيك نيم جديد. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حلو وساعات زيك مخلوق ومهاجر ومسافر. ايه يا ولية اللي انت عاملاه ده؟ لقيتك مش عايزنا نروح المصيف قلت اعمل مصيف لنفسي. لا ده انت حصل في دماغك حاجه. انزل اجيبك بتاع فريسكا بالمره. ما هعمل لك ايه؟ فايقه ورايقه وانا مش فايق لك خالص. انا داخل اتخمد انام. لا مش هسيبك تنام لما توافق نروح المصيف مع اختي وجوزها وعيالها. لا مش ارمط اللي تهدد وانت عارفه. ما تخلينيش بقى ازركن وهيديلك التصيفه اللي انت عاملاها دي. حلفتك بالغالي لا توافق. قلت لك مليون مره ما تحلفنيش بالتلفزيون السري دي قبل ما نخلص قصته. موافق يا ستي. هو على ده صيف وغريب عشان زيك. هي عرموطي انت بتعمل ايه عندك؟ خد هنا. خرب بيت اسئله امك بصدعني. بشوف موقعنا على الجيجي بس. احنا في مرسى مطروح ولا غوطنا جوه شويه؟ ايوه كده شاطئ كليوباترا كده شاطئ الغرام كده شاطئ المرح. احنا كمان كده مظبوط. الله يخرب بيت ام الرمله اللي مضايقانا دي. روق بقى واسمع معايا حاجه حلوه. اللي بتعمله ده انت هتفضحنا هتفضحنا. كاسيت حد يجيب كاسيت؟ دي حاجات قدمت يا عم. ده ما فيش سيديهات. انا هسمعك اللي انت عايزه على الايباد. ايباد؟ اسمه ايباد. ايباد اقعد صلح لي في الانجليزي كاني عايش مع دنيا سمير غانم. كل شويه تصلح لي انجليزي. اسمه ايباد بايت معايا في حضن امبارح. يبقى اسمه استنى ده بقى وما تعصبنيش. في ايه؟ احنا في بحر ومش عايز اتعصب. هسمعك انا دلوقتي يا ساكنه مطروح. استنى بقى ساكنه مطروح. ايوه اسمع. ايه ده شو؟ لا استنى استنى بس. دخلت حكاية ضع مش فيلم هو يعني. اسمع ايه سكنة مطروح. اسمع هات يا عم. الظاهر مش عايزين يخرجوا من القاهرة. انا عايز افسحهم وهم لابدين هناك. اسمع التاني. هجيبها لك هجيبها لك انا. اسمع ولا اسمع؟ اسمع عندي انا هنا وريح بالك. اسمع بص اسمع. انا كنت عايز اشغلها لك ديجيتال. انت عايزها مانوال وشعبي وفضيحه بلس. اعمل اللي انت عايزه. انا مش هسمح حد بام الايباد ده ولو اتعصبت هندغدغ ام. يا عمي بقى سيبنا بحالنا بقى تعبتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خلينا بقى نشوف نفسنا. ايه ده؟ على مهل. واخرب بيت ام ده نسب يعر والله العظيم. قلت لك ما بحبش اخرج معاهم في حته. ايه الراجل الناقص وايه المشجر اللي لابسه ده؟ بص بيتمنظر ازاي. طب ما انت لابس زي اخرسي. انت هتجيبي زاره زي خساره؟ ما انا مش عايز انزل بيه بس دلوقتي لغايه ما اخلص الاقساط بتاعي. ارمط ارمط. انا نفسي تجري ورايا زي الواد والبت كده على الشاطئ. بالنسبة بس لموضوع الجري وراكي، حجري وراكي عادي ولا بالشبشب زي كل مرة؟ دايما كسر بخاطري. هناكل ايه النهاردة يا بت؟ بقول لك ايه، أنا نفسي أوي آكل شوشي. وإيه الشوشي ده؟ يا أختي بيقولوا سمك كده جديد زعانفه طويل، المهم إنه سمك في البحر، خلي جوزك بقى ينزل يصطادهولنا. انزل اصطاد لنا شوشي. يا عز دلالة الله لو مسكت أنت وأختك ما عندي غير الشوشي ده أضرب كوبين الجوز، مش عايز حد يعصبني. قوم يا بت نشتري سمك وخلاص. يا عم الميه بقى. يا ريتك نزلت معايا يا ارمط. سيبني في حالي يا حسب. ايه يا جماعه الكلام على ايه؟ اسكت يا حسب. ومش نرجس بتقول لجوزها انزل اصطاد لنا سمك؟ طلع ما بيعرفش وقال ايه جايين يقولوا لي تعالي نروح نشتري سمك. ما يعرفوش ان احنا معانا قائد البحر وملك السنانين. ده انا صناره. انت اخرك طعم ونسمن بيه السمك. فين الصناره دي؟ فين الصناره؟ اهي. دي ايه يا اخوي؟ دي ايه؟
دي سنارة؟ ايوه. انا كنت مفكرها سجارة. انت بتستهتر بيها؟ دي تصطاد حوت على بعضه. يا راجل دي لو اصطدت بيها اخرها بسريايا كده تصطادها. حوت ايه وبتاع ايه؟ تحدي. انزل معايا دلوقتي وشوف دي هتصطاد ايه. ما تتحدنيش يا حسن عشان انا ما حدش يحطني في دماغه. يا تحدي. طيب نشوف الاول اوكار السمك على الجيجي بس عشان نحدد الاوكار وننزل نصطاد على طول. لان اهم حاجة في الصيد عنصر المفاجأة. هو راح فين البحر؟ البحر كان هنا. حد لعب في البحر؟ يا عم ما تسرع شوية. انت ماشي على كام غرزة في الدقيقة؟ غرزة ايه يا عمنا؟ اسمها عقدة. عقدة هتعقد ام ربنا يعقدك زي ما انت معقدنا كده اهو. يا ربي يا ابويا انت ماشي ليه كده على طول؟ خش اول شمال. اول شمال يقابلك خش فيه على طول. اول شمال يا شمال ايه ويمين ايه؟ احنا ماشيين في صلاح سالم. بص يا عمنا بص، الراجل ده عارف مكان السمك وهيودينا لحد بيته. وده بيعمل معايا ايه؟ الجيجي بس ده جايبه كده يتفسح معانا وياكل سمك؟ ده تكتب له سمك بالانجليزي هيودينا على اوكار السمك على طول. سمك بالانجليزي يعني ايه؟ يعني فيش. اسكت انت بدل ما فيش غل وام فيكي عشان انت شغلاني من اول النهار. اكتب لي هنا فيش. ده بقى فيش اسمها؟ فيش. اكتب لي انت فيش هنا بالانجليزي عشان يودينا الوكر على طول. انا هعمل السهم. انت ما بتعرفش تكتب بالانجليزي؟ لا بكتب يا عم بس خط وحش في الجيجي بس ممكن ما يفهمنيش. بدل ما اكتب له فيش اكتب له غش يودينا في حته ثانيه. اكتب بس. سيبني على روتي دلوقتي والنبي عشان خاطر انا بروح. سيبني والنبي. دايخ دايخ. ظبطتك ظبطتك يا حسبه. شكلك عندك كوبيا من البحر. كوبيا اسمها فوبيا. فوبيا ابوس ايديك اسمها فوبيا. تفوم على منظرك واللي ياخدك معاه بعدك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد ان اجتمع اهل العقد والحل في دولتنا الاسلاميه الجديده سوف نحطم كل الحدود التي حددها الاستعمار ليدخل على المسلمين بالحصار. ونحن بهذه الانعطافة سوف نسعد شعوبنا بعنان الخلافة التي سوف يكون مهدها من هنا لنغزو مصر إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله مصر. شكلك حكاية الجهاد دي فيها لقمة عيش حلوة إن شاء الله وكلنا هنرزق وربنا هيكرمنا. بس خمسة كده عشان أعرف أركز عشان مش شايف. لا زي ما أنت تاني عشان أعرف أركز. بسم الله الرحمن الرحيم. خمسة بقى كده علشان لو مؤاخذة نلحق نكتب عملية فحيح الأفاعي. ما في داعي للكتابة. مفيش داعي. ارجع مكانك. قبل ما نبدأ شرح عملية فحيح الأفاعي بدي كل واحد يعرف نفسه. أبو كعكا سويدي من ستوكهولم. أبو السمراء البلجيكي بروكسل. أبو سويمان نمساوي فيينا. أبو سويدة النرويجي أصله. أبو مصعب القرموطي القاهرة دار السلام. ما تعرفناش بحضرتك. أبو مين؟ أبو إيرلي الأسمدة؟ هذا أبو إليفر من لندن. لندن لندن احسن ناس. اهلا وسهلا. انتوا اساس اللعبه والمنطقه انجليز يعني. يا اهلا بك. انت دخلت الاسلام بقالك قد ايه؟ انا الحمد لله دخلت الاسلام قريبا. قريبا كامينج سون يعني. اهلا وسهلا. واسلمت بقالك قد ايه؟ سنين شهر. يعني اسلمت من شهرين. واول ما دخلت كده على الجهاد على طول يعني؟ ما فيش سنتين صلاه سنتين صوم تاخد اوليفر وام اوليفر وتروحوا تعملوا عمره مولد النبي؟ اشتغلونا انتوا ولا ايه؟ والله العظيم تلعب. اهلا وسهلا. منور ما شاء الله عليك. انا عندي احساس وانا احساسي دايما على صواب انك ابتديت تقتنع بفكرتنا يا ابو مصعب. فين ابو مصعب ده؟ انت ابو مصعب. ابو مصعب. انا ابو مصعب القرموطي. معلش انا عرفت انك مجاهد كبير لاختيارك لهذا الاسم. الحمد لله. شو رايك بفكرتنا اللي هي دولة الخلافة الإسلامية لإعلاء كلمة الله على الأرض وظهر الكافرين للقضاء على المجتمع الجاهلي؟ شو رأيك بفكرتنا؟ في إيه عدم المؤاخذة؟ شو رأيك في دولة الخلافة الإسلامية يا أبو مصعب؟ لقمة عيش حلوة إن شاء الله. ربنا يخبز لنا فيها لقمة طرية ويبارك لنا فيها ونعمل اسم فيها إن شاء الله. أنا قلبي حاسس إن الليلة دي. شو عم بتقولوا عرموتي؟ شو لقمة عيش؟ لا تزعلني منك. هيدا جهاد والجهاد لا يقدر بملايين. يقول الله في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
صدق الله العظيم. دي آخر آية في سورة العنكبوت. ما شاء الله عليك يا أرموطي، أنت حافظ القرآن؟ يا راجل حافظ القرآن؟ ده أنا من وأنا عيل صغير في الكتاب. أفتكر أنت ما توعاش على الكتاب يا مولانا، شكلك كده مواليد التسعينات كده. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، انت لساك حافظ اسماء الصور بالايات بالارقام. الحمد لله، ما بيقولك التعليم في الصغر زي النقش على الحجر بالظبط. وبعدين الحمد لله كل سنه بختم القران 3 مرات في رمضان. الحمد لله. شفت يا محمد، نظرتي في الناس ما بتخيب بنوب انه راح يصير مجاهد من المجاهدين اللي راح ينكتب اسمهم في لوحه المجاهدين العظماء اللي هي كلهم السبب في انشاء دوله الخلافه. من هون وجاي بحق لك عيط لك. مالك مالك بس يا عم مربوط؟ بعيط معاه مساهمة مني. مساهمة ايه؟ يعيط لك يعني بينادي لك؟ ها بيعيط يعني بينادي؟ عيط يا مولانا. بعيط لك بشيخ ابو مصعب القرموطي. يا بختك يا عم قرموطي، مش اي حد بينول المكانة دي عند مولانا، ده عيط لك بنفسه والله. طب بمناسبة قعدة العياط دي اللي احنا هنعيط فيها كلنا ان شاء الله، انا معلش يا مولانا سامحني، كان ليا وجهة نظر في حكاية دولة الخلافة دي. يا محمد في ايه؟ الله بتزقني ليه الزقة دي؟ بدي اياك يا محمد تاخد ابو مصعب القرموطي في جولة يشوف بعينه الدولة اللي هيضحي من شانها. امرك يا مولانا. وهو مش هيضحي معانا ولا ايه؟ يا ميدو في ايه؟ هو انا كل ما اكلمك هتفضل تزقني كده؟ زقتني هناك وسكتت لك، في ايه يا ميدو؟ انت اللي في ايه؟ هو خلاص يعني؟ وعشان امين فضفض معاك بكلمتين هتنسى نفسك؟ هتتناقش معاه وكمان تقول له رايك في دوله الخلافه الاسلاميه؟ وفيها ايه لما اتناقش معاه واقول له رايي؟ فيها ايه؟ فيها انه حرام. حرام شرعا. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هم عليهم التوجيه واحنا علينا السمع والطاعه. سمع وطاعه ايه يا ابني؟ دي اسمها مطاعه. السمع والطاعه في كل حاجه في الدنيا الا في قتل البني ادمين. ياض انت ما قريتش قران في حياتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وشوف ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش لا نفس مؤمنه ولا نفس كافره، قالك اي نفس، اي نفس في الدنيا حرام قتلها يا محمد. وده بقى تفسير الشيخ القرموطي؟ اوعى تكون صدقت نفسك لما الامير قالك ان انت الشيخ ابو مصعب. ها اعترض كمان على كلام الامير؟ يلا اعترض. انت متضايق منه قال لي يا شيخ؟ ما انت لسه دلوقتي بتتكلم عن السمع والطاعه. فين السمع والطاعة يا شيخ ميدو؟ ولا هو سمع وطاعة حسب المزاج يعني؟ أنا خلاص احترت فيك. أنت إزاي أعرف ويمسحوا مخك كده للدرجة دي؟ مع إنك مهندس يعني ومتعلم ومصروف عليك، إزاي قدروا يقنعوك إن الجبن والخسة والندالة ممكن يخلوك شهيد؟ قدروا إزاي يقنعوك إنك لما تقتل اللي من دمك ومن دينك وسايب عدوك الحقيقي اللي له من دمك ولا من دينك هتبقى شهيد وتلاقي حور العين مستنيينك؟ اعقلها في دماغك يا ابني، اعقلها في دماغك. ده انت لو كان لسه عندك دماغ. طيب يلا يلا عشان نبدا الجوله ونخلصها. اتفضل قدامي. جوله؟ قال يعني هيوديني الكريزي ووتر. الولد الصغير، الولد الصغير. لا اله الا الله، العود لسه فيه وتر يا باشا. هو الاخ اللي بيتسلخ ده يا عيني بيره ولا خمره؟ لا يا قرموطي، الاخ ده مسكوه وبيسمع اغاني. ايوه ما لازم يعني اغاني. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. ماذا كان يسمع هذا الزنديق؟ محمد حماقي. محمد حماقي دي فيها كام جلده؟ 20 جلده. 20 جلده محمد حماقي على كده الهضبه 60 جلده. عمرو دياب برضه بيوزع اكتر يعني، فهمت يمكن بتاع عشان بقى. وانا على الباب بخبط. اوبا ما تقوليش ده اكيد كان بيسمع هيفاء وهبي باين يعني. لا يا قرموطي ده حلاق. حلاق؟ استغفر الله العظيم يا رب. ازاي يعني حلاق؟ ازاي مش فاهم. حلاق يا قرموطي يعني بيكسب رزقه من قص اللحيه والعياذ بالله. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة. الناس دي هتروح من ربنا فين؟ انا ما اعرفش يعني ايه قص اللحية. اللحية لازم 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 نداريها احسن متسحل يابا. ما شاء الله ما شاء الله، شوية اسيرات زي الفل اهم.
قول لي بقى ايه رايك في كل اللي انت شفته النهارده؟ عظمه. هو في احلى من كده دوله؟ هي دي الدوله اللي الواحد بيحلم بيها. يا سلام، لازم نخلص من كل القرف اللي احنا فيه، الحلاقين والناس الفسقه اللي بيسمعوا اغاني. انا عايز اقعد مع جناب الامير النهارده ضروري، يعني علشان نعمل اجتماع لموضوع الاغاني، عشان احنا موضوع شيرين عبد الوهاب ده ملخبطني شويه. مالها شيرين عبد الوهاب؟ لا، ليها أغنية بتاعت مشاعر تشاور تهاجر تعافر، يعني ملخبطانة شوية. عايز بس أعرف الأغنية ديت هيبقى فيها جلد ولا وقت. اوعى تفتح الموضوع ده مع جناب الأمير خالص كده، ما ممكن يتضايق منك، وخصوصا إن الراجل محضر لك مفاجأة كبيرة. إيه هي؟ شفت البنات السبايا اللي عدوا من شوية دول؟ آه، دول دفعة جديدة وهو شايل لك واحدة منهم. حبيبي يا مروقني، أهو ده الكلام. دي أقل حاجة ممكن يعملها معاك قبل ما تقوم بالعملية الكبرى. كبرى؟ انا مش فاهم ايه حكايه التعابين معاكم، مره كبرى ومره فحيح الافاعي، مش فاهم انا. فحيح الافاعي ده كان اسم للتمويه يا قرموطي، ودلوقتي جه الوقت ان احنا نقول لك الاسم الحقيقي للعمليه. اسمها ايه؟ شخاليل الصحاري. شخاشيخ الصحاري يعني ايه؟ شخاليل. شخاليل، اه، يعني من فحيح الافاعي لشخاليل الصحاري. لا، اسامي حلوه الحقيقه. انا بس ليا سؤال، انا عايز اعرف مين الحيوان اللي بيختار لكم اسامي العمليات. معلش احنا بنتكلم، اعرفه بس فيس تو فيس اشوف اطمن. الامير اسد احد الرجال اللي اختار منكم صبية. صبية؟ ليه؟ فاكرنا الاية ولا الاية؟ ده انا متجوزة راجل وسيد الرجال. بس زمانه غرق، تلاقي السمك اكله. غطي وشك يا اختي انت وهي، كتكم نيلة في جمالكم وحلاوتكم. ما اسمعش صوت واحدة منكم. يا رب يا ساتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده قسم الفحص الفني؟ إيه؟ يعني ده القسم اللي أصل جناب الأمير بعت لي قال لي عشان أختار سبية من السبايا، وما شاء الله ده عامل لي خيمة فراولة بينها هتبقى ليلة عناب إن شاء الله. اختار لك واحدة. بس؟ بس، ودخل حق في نظرة واحدة بس. نظرة واحدة؟ بس. ما هو لازم برضو نطمن عشان نشوف الشاسيه الفيس عامل إزاي، يعني الهارد ماشي مع الفيس ولا الفيس مع الكيبورد، مش يعني نظرة كده ممكن؟ إيه؟ لا مش غير. ننقي مين؟ ننقي مين؟ حادي بادي كرومب زبادي. طب نبدأ بدي، نبدأ بدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والقمر منين؟ رشا. لا مش الاسم، مش النيم، فروم وير؟ رشا. ما حول ولا قوة إلا بالله، الحلو ما يكملش. حلوة بس غبية. هو الفيس عندها زي القمر، بس الكيبورس عندها الحروف كلها واقعة، يعني عايزين نشوف حاجة يعني. طب ممكن أجرب حضن؟ إيه؟ يعني حضن على ضعيف كده، دي هتبقى عشرة. هو أي كلام يا عم؟ إحنا هنسلق بعضينا ولا إيه؟ أنا جاي تاجي جنب الأمير، حضن على ضعيف وخلاص وهنخلص. تعالى يا بنت، إحنا ده شغل، ده شغل. تعالى كده. حضنت؟ يا عم هتسرعني، في حد يقول كده حضنت؟ مش لما نكمل بقية الاختبار. اسمع منك، بحبك يا ارنط. احبك ارنط؟ ارنط؟ لا ده انا كده هتلخبط في اسمي، مش هينفع. خش على التانيه. لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله. الله واكبر، ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الحلوه منين؟ اوكرانيا. على خيرة الله، انا مع ام رانيا. ممكن اجرب حضن على السريع؟ حضن؟ يا عم مفيش كده يا عم، ما تسوقش سمعتنا في اوروبا الشرقيه. لا ده في كلام هناك جامد قوي. خلاص رست على مرانيا. تعالى مرانيا، سلام عليكم، خذوا بعضكم. مش هتشوف الثالثه؟ لا شكلها عصبيه وبتغل في روحها من الصبح، وانا مش ناقص نكد. انا مع مرانيا فله كده. بحبك يا ارمط. لا انا ودني فيها حاجه ولا ايه؟ انا الفار ابتدى يلعب في عبي، ممكن اسمع بس الكلمه دي اسمعها مره تانية؟ بحبك يا ارمط. لا لازم اطل طله بقى علشان اطمن بجد. بسم الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اه على من وقع اختياره؟ على دماغ امي. خلاص هو في اختيار بعد الاختيار؟ انت فين يا بنت الناس؟ ده انا بلف عليك الدنيا كلها ما لقيتكيش. الحمد لله اني شفتك دلوقتي. مش عايز تجرب حضني؟ انا مجرب حضن امك بقالي 300 سنه. نترككم للخلوه الشرعيه. ليه ما انتوا قاعدين معانا شويه؟ ما احنا بقالنا سنين خلوه يعني. يلا يا بنات، يلا يا بنات. مع السلامه يا ام رانيا. خدي اختك رشا في ايدك كده وخلي بالكم وانتوا ماشيين في السكه. يا بت انت فين؟ ده انا دخت عليك الدنيا كلها. الحمد لله ده صدفه ولا في الافلام العربي. وحشتيني يا نرجس، وحشتيني. يا
وحشتك بأمرة يا أخويا الأحضان اللي عمالي ترميها في كل بلد شوية. يا بنت بجرب حضنك بدور عليه بشمعة. طب ما أنا كان ممكن أقطش في الشفايف ما قطشتش ليه؟ برضو مبدأ وبحبك وبدور على حضنك يا بنت. بهدلوني يا قرموج وجابوني هنا غصب عني. ويكون حد عمل معاك حاجة؟ لا بس قالولي هيشغلوني معهم في حاجة كده اسمها جهاد النكاح. وهو جهاد النكاح لم للدرجات دي كده؟ ايه؟ لا يعني اتجوزوك من غير ما يعرف اذا كنت متجوزة ولا متطلقة ولا في شهور العدة. ايه البزراميت ده؟ ايش اخبار العروسة الجديدة؟ الحمد لله طلعت هي هي، حتى العط ماليش فيه نصيب يا باشا. انا بثق فيك يا رموتي ومن شان هيك انا جبتك هون. ايوه لكن ليش انت متوتر؟ معلش اول مرة اخش السينما مع واحد غريب. تعال اقعد جنبي يا رموتي. اوبا يا استر يا رب. ايه ده؟ دي مديرية الامن؟ حبيبتي يا مصر وحشتني مصر. ده انا شغال في مديرية الامن دي داخل طالع فيها على طول، كلهم هناك حبايبي يا باشا. لو لازمك اي خدمة بطاقة باسبور رخصة مقضية باذن الله. بارك الله فيك يا رموتي. بدنا نفجر المديرية. من عندي قبل العندي، شوف انت عايز ايه بالظبط وانا. نعم الكلام مرة تانية عشان السمع تقل شوية. بدنا نفجر المديرية بسيارة مفخخة. مفخخة ازاي يعني؟ مليانة فخفخينة ولا ايه؟ مش فاهم حضرتك. انا اصلا عشان انا ابتديت اتوتر شوية، معلش احنا بنتكلم يعني. بسيارة مفخخة يا قرموطي وانت اللي بتسوقها. لا كده طمنت قلبي، طمنت قلبي. خايف يا قرموطي؟ لا خايف من ايه؟ سيارة مفخفخة وانا اللي هخش بيها المديرية يعني؟ ودي فيها حاجة تخوف؟ ودي فيها حاجة تخوف؟ ودي فيها حاجة تخوف؟ يلا يا رموتي عشان اتأخرنا على الأمير. أمير إيه؟ ما تعال بقى يا محمد، الأمير بتاعك ده طلع رئيس عصابة، أنا سمعته بودني وهو عمال بيتاجر في الآثار والمخدرات وبيكلم واحد اسمه ليفي. قول لي بقى بالله عليك، ليفي ده هيتطلع جنسيته إيه؟ موزمبيقي؟ أعلى يا محمد، الآثار اللي عمالين بيكسروها قدامنا دي آثار مضروبة ملهاش قيمة، الآثار الحقيقية بيهربوها، يعني هم يكسبوا ملايين وإحنا اللي نفجر نفسنا؟ محمد أمك وأبوك كبروا وبقوا محتاجين لك دلوقتي أكتر من الأول بكتير. اسمع كلامي وتعالى أقف جنب أمك وأبوك وتعالى نهرب من الجحيم اللي إحنا فيه ده. هي حصلت! حصلت تغلط في الأمير وتتبلع عليه! يلا! آمن بالله أنا لو قمت بالعملية ديت وفجرت نفسي أنا هنعملها عشان خاطر حاجة واحدة بس. قول لي إيه هي؟ إيه هي؟ عشان أخلص من أمك. اسمعني منيح يا قرموطي، احنا عارفين ان نرجس مراتك. سلامة نرجس بتتوقف على نجاح العملية. نجاح العملية اللي هو ان انا افجر نفسي في المديرية يعني؟ مظبوط الكلام ده، هو ده فعلا. طب وانا هستفيد ايه لما اموت؟ سلامة نرجس. ما تولع نرجس. فيك تعتذر عن العملية وبيتم اعدامك عند الفجر. انتوا ليه بتعملوا فيا كده بس؟ حرام عليكم يا جدعان، حرام عليكم والله. اسمعني كويس يا قرموطي، بعد العملية دي هتبقى شهيد، ونرجس بقى يا بختها هتبقى زوجة الشهيد، محدش هيقدر يلمسها بأي سوء. إنما بقى لو ما سمعتش الكلام وما نفذتش العملية دي هتبقى خاين، وساعتها نرجس هتبقى مرات الخاين، وأي حاجة هتتعمل فيها هتبقى حلال. عجبك كده أنت؟ حرام عليكم، حرام عليكم يا جماعه اللي بتعملوه فيا ده، انا دماغي هتطق مني. عايز وقت ابوس ايديكم، ما تضغطوش على اعصابي اكتر من كده. قبل الفجر يكون ردك وصلني. بتقول انه راح يوافق؟ طبعا هيوافق، احنا قفلناها عليه كده ميت كده ميت. الله اكبر الله اكبر. لك عليه. اتفضل يا جناب الامير. انت راح تكون مع القرموطي بمهمته، راح تكون عيوننا عليه، وستكون بمهمه تصوير العمليه. طب هو ممكن جنابك اي حد يروح بمهمه التصوير دي غيري؟ اذا بيتم التفجير وبيفشل التصوير بيكون العمليه فشلت. بدنا نقوم ببس مقطع الفيديو بعد العمليه بدقائق تنأكد اننا نحن اللي سويناها. طبعا جنابك انا عارف ان الطاعه واجبه، بس انا فعلا قلقان. لا تقلق، ستكون في كرسي المجاور له، ولما بتتأكد ان العملية بتصير بسلام فيك تفك حزامك، واللي بيعطيك فرصة 10 دقايق تتهرب من موقع الانفجار. طيب القرموطي لو فك حزامه هيحصل نفس الموضوع؟
حزام القرموطي ما يتفك بأي طريقة، لأنه مصنوع مخصوص للعملية. شو يا قرموطي؟ بدي أسمع قرارك النهائي. معلش يا جناب الأمير، قرار النهائي لمؤاخذة هقوله لك، بس أنا ليا شرط واحد. شو شرطك يا قرموطي؟ معلش إحنا بنتكلم، أنا مش هطلع العملية ديت إلا ومعايا نرجس. استنى الأول. هي نرجس، لا تكون اتغيرت مني وأنا ماشي في السكة ولا نرجس إيه؟ لا طبعًا، إحنا مش رايحين رحلة. بس يا نرجس يبقى مش هنطلع العملية، لأن واضح إن الراجل ده كلمته ماشية على الراجل ده. شو؟ لا شو ايه ده، اي حد معدي يشوف الراجل ده بيكلمك بالطريقه دي يقول ده الامير، وانت لما مؤاخذه مش امير. شو عم بتقول يا اسعار؟ ما في حدا كلامه بيصير هون غيري. نرجس بتروح معك؟ قولها له لايف. نرجس بتروح معه؟ بس كده يبان ان الراجل ده هو الامير والتاني هو الازعر، يعني الراجل ده هو اللي ماشي كلمته على الراجل. كده تبقى انت كده مية مية. طب وايه ايه وبعدين ايه اللي هيتم؟ هتتفجري معايا يا روح الروح، هتتفجري معايا يا روح. ما تيجي بينا بقى نحتفل بالتفجير. بعد اذن حضرتك هنحتفل بالتفجير انا ونرجس كده لوحدنا. لو سمعت اي فرقعه اعرف انها بروفا. انت اللي ماشي كلامك. لا تقلق، خطتنا بتصير مثل ما هي، لكن نرجس خلاها تقعد جنبي وخليك انت بالخلف. توك ما بتصير عند المديريه بتنزل من السياره، في يدك الكاميرا وفي يدك الاخرى هذا الجهاز. ده جهاز تحكم عن بعد في القنبله. لو شكيت ان القرموطي بيخبص خد القرار بدون تردد. الحزام سرعة. حاول تروق. اهو استرها معانا يا رب، استرها مع قرمط لاجل النبي حبيبي. مالك يا عم قرموطي؟ مش عارف اقول لك ايه، اقول لك نعيما ولا جحيما. اتفضيت عشان نصلي ركعتين لله بنيه التوفيق في العمليه. بنيه التوفيق؟ اتوضيت. بس عندي سؤال يا شيخ محمد، تفتكر الناس اللي هنقتلها ديت من غير اي ذنب دول محتاجين ركعتين بركه من ربنا؟ هم اللي بداوا بالعنف. رجعنا بقى للنغمه القديمه، العنف يولد عنف والكهن يولد محن والكلام اللي ما بقاش يجيب نتيجه ده. يا محمد الموضوع اختلف دلوقتي، انتوا كنتوا الاول بتعادوا حكومه، لكن دلوقتي بقيتوا بتعادوا شعب بحاله. وصدقنا يا محمد مش هتقدروا علينا، والله العظيم ثلاثة ما هتقدروا علينا. هنقدر وهنحقق مشروعنا، دولة الخلافة. دولة الخلافة، الدولة اللي اول ما ابتديتوها قلبتوا المدارس بقت معتقلات والجناين بقت ساعات اعدام، هي دي الدولة اللي انتوا بتحلموا بيها؟ ما تذكرش ان في شوية اخطاء. شوية اخطاء؟ يا خساره يا محمد، يا خساره الفلوس اللي صرفت عليك في الهندسه عشان تطلع مهندس كبير تبني بلدك، وقبل ما تبني طوبه واحده فيها بديت مشروعك بالهدم، عايز تجيب عليها وطيها. لازم نهدم الجهل والفقر اللي كانوا معيشنا فيه. يا ابني فوق بقى، الكلام ده ما بقاش ياكل معانا خلاص. جهل ايه وفقر ايه؟ انت ما شفتش اللي جنبك في المعسكر كانوا عاملين ازاي؟ ده البلجيكي على اشي سويدي على اشي امريكاني على انجليزي، عينيهم خضرا وشعرهم اصفر. شافوا فين جهل دول؟ شافوا فين فقر دول؟ احنا لسه هنتناقش
يلا عشان نصلي ما فيش وقت. انا اللي هقوم، انا الاكبر سنا وانا اللي هقوم. وانا الاكثر علما. لا وانت الصادق انت الاكثر جهلا. لو اني سجلت الصلاه. حاضر امسك. نويت أصلي ركعتين لله بنية التوفيق في هذه العملية الجهادية. الله أكبر. مبروك يا حجة، مكتوب لك تشوف الجنة قبل النار. أنت لو مشتاق لها روح اسبقنا على هناك. يا ريت يا حجة، بس لسه ربنا ما أذن، شايلين الحاجة أكبر. أنت مو فرحانة ولا شو؟ إيه؟ ده احنا حننفجر الصبح مع طلعة النهار. بوم، ما فرحش ازاي؟ فرحانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا مالك الملك، يا عزيز ويا جبار، نصرنا في هذه العملية التي نجاهد فيها من أجلك ومن أجل إعلاء كلمتك. نبي يا رب العملية تفشل وما تنجح أبدا وتنجدنا قادر يا كريم. بتقول حاجة يا أرموتي؟ حاجة بيني وبين ربنا، أنت مالك؟ أدينا وصلنا يا أرموتي، هو بعيدنا عن ولاد الحرام. ما تيجي يا أخويا نسلم القنبلة اللي معانا ونبلغ عن ولاد الجزمة دول. والجزمة اللي ورانا ده؟ احترم نفسك. على فكرة أنا ممكن في أقل من ثانية أفجر العربية باللي فيها. أقصى عليك يا ميدو، هانت عليك قبلتك نرجس، قبلتك نرجس اللي ياما أكلتك بإيديها المفتقة. رخر أهو بيعمل بيها وهيفتقنا كلنا أهو. لما نوصل عند المديرية ممكن تفك حزنك، وهيبقى قدامك على الأقل 10 دقايق تهربي فيهم براحتك. طب وعمك قرموطي؟ لا، عم قرموطي الحزام بتاعه ما بيتفكش. يعني إيه ما إيه الليلة السودة؟ ده فعلاً ما بيتفكش. كده ميدو؟ يعني انا الوحيد اللي هتفتق في العربيه ولا ايه؟ ماشي يا محمد، ماشي، مردود لك يا محمد، مردود لك. اوبا، شكلنا داخلين على لجنه كده يا عم الحاج. ضعنا العربيه، لا فيها رخص ولا انا معايا رخصه، نعمل ايه؟ ما تقلقش، كل حاجه هتلاقيها عندك في الشماسه. الشماسه؟ والله ده انتوا عاملين رخصه القرمط اهو، والتوكيل ده باسمي. ده قشطه كده، العربيه لو ما انفجرتش تبقى بتاعه قرمط رسمي، اتفقنا؟ وانت حامل؟ ها، حامل من مين؟ معرفش، انا لسه هعرف. حامل من مين يا ولية؟ اسكتوا بقى، اعملي نفسك حامل وعلى وش ولاده، حطي تحت هدومك. اي حركه كده ولا كده هفجر العربيه بالكمين. رخصك موجوده، رخص لسه عاملينها جداد. هم الرخص لسه هم عاملينها لي جداد. يعني لو شاكك انها مزوره انا ممكن اروح معاك المديريه. عشان جايين منين كده؟ حضرتك يا فندم، حضرتك احنا جايين من الساحل، خالتي بس جالها الطلق وحالفه ما هتولد غير عند امها. والله يرحمها. ايه؟ ربنا يبارك لها وينتحها بالسلام. معلش احنا اسفين جدا على الازعاج، ممكن بس تفتح لنا الطريق؟ عشان زي ما انت شايف هي حالتها تعبانه جدا. تعبانه؟ تعبانه؟ هتنفجر مننا، خد بالك من الكلام. ماشي يا سيدي، اتفضل اتفضل. هتنفجر مننا، ما خدتش بالك لسه؟ يا سيدي خلاص افتح الطريق اتفضل. هي باين اتصلها ان شاء الله نشر التسعة كده باذن الله. خش يلا، اول ما تشوف نشر هتعرف انها انفجرت مننا. انا عايز افهم الناس دي ذنبها ايه علشان تموت يا ميدو؟ العيال الصغيره اللي شابكه في ايد امهاتهم دولت ورايحين المدرسه ذنبهم ايه؟ اعقل يا ميدو، اعقل يا ميدو، اسمع كلامي. وقت الكلام خلص خلاص. عايز تحمي الناس اللي صعبانين عليك دول قوي كده؟ يبقى تدخل بالعربيه لابعد حته في المديريه عشان الانفجار يسيب بتوع الداخليه وبس. انا هنزل دلوقتي من العربيه، هراقبك من بعيد، لو حسيت باي غدر هفجر العربيه. ما تخافيش يا نرجس، عبد البر موجود اهو، لا بيطيقني ولا بطيقه. ان شاء الله ده اول ما يجي عليا دلوقتي هقول له العربيه متلغمه وهو مش هيسيب العربيه وهيفططها حته حته. يا عبد البر افتح يا ابني.
اهلا اهلا يا قرموطي. اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل اتفضل اتفضل. انا جاي ازور خالتك يا عم الحاج، مش هتفتش العربيه زي كل مره؟ لا مش مفتشه، انت زعلان من المره اللي فاتت، كان في اوامر علينا، وبعدين عيب افتشك والمدام معاك. طب عليا الطلاق لا انت مفتش العربيه. الطلاق على طلاقك ما نفتش العربيه. الطلاق فوق طلاقك 30 طلاق لا انت مفتش العربيه. 200,000 طلاق ما نفتش العربيه. طلاق على طلاق كنتوا الاثنين لا تفتش العربيه. ميدو هيفجرها. اعمل ايه يا وليه اعمل ايه؟